السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أكثر. انطلقت إذن جولات حوار جديدة لإنهاء الخلاف بين السياسيين والبرلمانيين الليبيين في مجلسي النواب والدولة. الهدف من وراء هذه الحوارات هو التوافق على تعديل الاتفاق السياسي الموقع في صخيرات وردم هوة الخلافات التي اتسعت بسبب هذا الاتفاق، بعد ذلك المضي قدما في خارطة طريق طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا. وعلى هذه الخارطة مجموعة ملاحظات. الجلسة الموعودة انطلقت، والأنظار اليوم كلها متجهة صوب قاعة جلسة الحوار في تونس، مرحلة جديدة يقول السياسيون داخليا وخارجيا أنها نافذة خلاص فتحت أمام ليبيا، فليس على الليبيين تضييعها. إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي تحت رعاية أممية هو ما اجتمع عليه اليوم أعضاء لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة. اليوم طبعا استهل اليوم بلقاء بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، وتم نقاش يعني تشاوري أكثر من نقاش لوضع نقاط محددة، فتم الاتفاق على ضرورة وضع برنامج إطاري تنظيمي لعملية الحوار، بحيث أن يكون في رؤية واضحة ومنهجية واضحة للحوار، سواء كان من حيث الرؤية النقاط الاتفاق اللي مطلوب تعديلها، وكذلك من ناحية الجدول الزمني. وفي كواليس الجلسة حديث عن أن المهمة هذه المرة صعبة وجادة، ويجب على الأطراف بمختلف توجهاتها ترك المصالح الخاصة والنظر صوب المصلحة العامة من أجل إعادة سيادة ليبيا. كانت في مجموعة من الاستفسارات ومجموعة من التساؤلات يطرحها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة على السيد غسان سلامة لتفاهم خارطة الطريق التي أعلن عنها يوم 21 سبتمبر باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهذا ما حدث في فترة الصباحية من هذا اليوم. أول يوم من جلسة لجنتي الحوار عرف اتفاقا حول تشكيل لجنة جديدة لصياغة التعديلات التي ستطرح خلال جلسات لجنتي الحوار طيلة 5 أيام، والتي ستركز بالدرجة الأولى على المادة 8 من الاتفاق السياسي. انطلقنا في تشكيل اللجان المصغرة اللي هي لجان الصياغة، والآن أعتقد أن لجنة الصياغة في اجتماع في مقر الأمم المتحدة، ومن ثم تتواصل الاجتماعات والرجوع للجان الحوار الرسمية ومناقشة الأمر، ومن ثم الاستكمال الحوار والتوافق على نقاط التعديل. وأعتقد أن الأجواء إيجابية، ونتمنى التوفيق إن شاء الله والتنازل من الجميع في سبيل الوطن، إلى جانب إعادة النظر في تركيب المجلس الرئاسي، بحيث يكون الاتفاق على أن يصبح المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبان، إضافة إلى فصل رئيس الحكومة عن المجلس. نقاط جاءت في الخطة التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة حول ليبيا، والتي لاقت ترحيبا داخليا ودوليا، وفتحت باب الأمل مجددا أمام الليبيين في استرجاع استقرار ومكانة ليبيا. كما كان في المقابل ترحيب دولي واسع بقرار لجنتي الحوار الاجتماع والتشاور من أجل إجراء التعديلات المناسبة والمطلوبة على الاتفاق السياسي. خطوة أولى في خطة العمل الجديدة حول ليبيا حضرها 24 عضوا من مجلس النواب و14 عضوا من مجلس الدولة. كواليسها تبشر بمؤشرات إيجابية حول المسار الجديد للاتفاق السياسي والبلاد. الليلة في أكثر مشاهدين سوف نتابع أكثر أجواء جولات الحوار الليبي الجارية هذه الأيام في تونس العاصمة وما قد يرشح عنها مع ضيوفنا من هناك. نبدأ بالدكتور السيد إسماعيل الشريف، عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، يكلمنا من العاصمة تونس. سيد إسماعيل الشريف، أهلا بك في برنامج أكثر. هل لك أن تضعنا في صورة
كل الخطوات التي قمتم بها بين أمس واليوم في تونس؟ شكرا أستاذ نبيل لك ولكل الزملاء القائمين على هذا البرنامج ولا إذاعتكم الموقرة. بداية أحب أن أنوه وأشير بأن أجواء إيجابية تسود اللقاءات بين أمس واليوم بين لجنتي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة. وكما تعلم ويعلم المشاهدون انطلق أمس بداية تنفيذ الخطة التي عرضها أو الطريقة التي عرضها السيد مبعوث الأمين العام السيد غسان سلامة. وبداية هذه الخطة هو بداية تعديل الصف السياسي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية والنقاط التي تمثل هاجس للطرفين. بالأمس كانت الجلسات كلها تشاورية ولأجل تنظيم آليات العمل الصياغة، وكان هناك اتفاق إطاري ينظم هذا العمل بين اللجنتين وبحضور السيد الأمين العام. ومن ثم انطلق صباح هذا اليوم بداية العمل بشكل تفصيلي في الدخول في العمل في صياغة النقاط الخلافية. البداية اليوم كانت البداية بالسلطة التنفيذية والتي تتعلق بشقيها المجلس الرئاسي والحكومة. هذه المواد التي جاءت الاتفاق السياسي كما يعلم الجميع بأن أصبح المطالب ملحة بأن يخفض المجلس الرئاسي أو يشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وتفصل رئاسة الدولة المجلس الرئاسي عن الحكومة ورئاسة الوزراء. وبالتالي ستكون هناك اختصاصات أصيلة تختص بها المجلس الرئاسي واختصاصات أخرى مناط بها مجلس الوزراء. هنا الآن مجموعة أفكار طرحت على الطاولة لما هي الاختصاصات التي ستكون للمجلس الرئاسي وما هي الاختصاصات التي ستكون لرئاسة الوزراء، ما هي آليات عمل المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، ما علاقة المجلس الرئاسي أو المجلس الوزراء من الحقيقة لهذا المجلس إلى آخره. مجموعة من الأفكار الآن طرحت على الطاولة ولكن تتم الصياغة الكاملة للاتفاق بشكل نهائي حتى نفصح عن التفاصيل النهائية لهذا العمل. ولكن ما أحب أن أنوه إليه أستاذ نبيل بأننا يعني نريد أن نرسل رسائل تطمين كبيرة جدا خلال اليومين، يوم الأمس واليوم كانت أجواء مهمة جدا، وما طالبنا به نحن على الأقل لاحظناه موجود الآن في لدى كل الطرف، وهو تغليب البعد الوطني على البعد السياسي حتى نخرج بالبلد من هذا المأزق ومن هذه الأزمة وحالة الانسداد التي تعاني منها بلادنا. تصف الأجواء في جولات الحوار الحالية في تونس بالإيجابية، لكن هل أعطيتنا أمثلة حية، مواقف حصلت بالفعل تركت انطباعا إيجابيا في نفسكم دكتور إسماعيل؟ عيد السؤال أستاذ نبيل. كنت تصف الأجواء في هذه الجولات بالإيجابية، لكن يظل هذا الكلام عاما في مجمله، هل أعطيتنا أمثلة حية، مواقف حصلت بالفعل بينكم وبين لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة تركت انطباعا إيجابيا في أنفسكم؟ هو كما أسلفت ذكر، هو تفاهم الجميع بأن يجب تغليب البعد الوطني لحلحلة هذه الأزمة على البعد السياسي. كما تعلم الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعانت منه البلاد طيلة السنوات الأربع الماضية هو استقطاب حاد وجعل مسافة كبيرة جدا بين الأفرقة الليبيين. الآن كان الجانب ودي جدا وكان في تفاهم حتى في مستوى الحوار وفي مستوى النقاش، أيضا في الاتفاق على أن فعلا أن الطرفين
قد اتفقوا على الاقل الان في 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 مستهل هذا مستهل بدايه هذه الصياغه على الاقل في مجموعه من الافكار. هناك تناسق او هناك تطابق خاصه في مساله المجلس الرئاسي، يعني تخفيض او انقاص العدد الى رئيس ونائبين، طريقه عمل المجلس الرئاسي، يعني في مجموعه من الافكار ايضا بالامكان اعطاء يعني بعض الصلاحيات الموسعه الى مجلس الوزراء، لان مجلس الوزراء يحتاج الى في هذه المرحله يحتاج المواطن الى ضخ بشكل كبير من الخدمات التي يعاني منها الفتره الماضيه. يعني في كثير من الافكار كان فيها تطابق كبير، وهذا جانب ايجابي جدا، يعني لا يتطلب جهد في الاقناع وفي الحوار وفي المحاوره. لا يعني يسود هذا الجو الى اخر الجلسات، ومن المؤمل التي ستجري يوم الاحد، يعني وقت ليس بالطويل. فهذا يعني هذا الاتفاق بشكل عام على بعض النقاط وهذه المهمه في بدايه الامر هي مهمه جدا. فهذه الاجواء الايجابيه التي انا سيد اسماعيل ذكرت مجموعه مقترحات لتعديلات يمكن ان يتم إدخالها فعلا على الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، لكن أريد أن أعرف من حضرتك التعديلات التي تركزون عليها أنتم اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب، التعديلات التي تقدمونها أنتم في هذه الجولات. نحن الآن لدينا يعني ما وهي معلنة، لدينا مجموعة من المطالب، مطالب مجلس النواب فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وفصل المجلس الرئاسي عن الحكومه، وايضا فيما يتعلق بالغاء الماده الثامنه، وفيما يتعلق بان يتكون مجلس الدوله من اعضاء المؤتمر الوطني سابقا المتقدمين في 7/7/2012. هذه نقاط رئيسيه نتحدث عنها. هل أطلعتنا عن الأسباب وراء طلبكم إجراء هذه التعديلات على الاتفاق السياسي؟ الأسباب؟ نعم، مثلا السبب وراء يعني سعيكم لفصل المجلس الرئاسي عن الحكومة التي تنبثق بعد ذلك، ما السبب أو الفكرة وراء هذا التعديل؟ هو كما تعلم ان المجلس الرئاسي في السابق كان يتكون من 9 اعضاء، وانت عارف في المرحله السابقه لان المجلس الرئاسي كان تشكيله المجلس الرئاسي كانت تمثل اطراف الصراع على الارض في ليبيا، وهذه حقيقه يعني ما في امام الجميع. الان يعني تقريبا ذروه الصراع انخفضت كثير عن السابق، وانت تعلم به لان هناك موائمات وهناك لقاءات بين عسكريين في كل ارجاء البلاد تستضيفها بعض الوساطات العربيه، وايضا هناك لقاءات مباشره بين الفرقاء السياسيين الذين كانوا لا يتصافحون في السابق. الان نحتاج الى تخفيض هذا العدد ايضا حتى يتمكن من المجلس الرئاسي من اتخاذ قرارات بشكل سلس وبشكل سريع، لان نعم. ولكن انتم ما تطلبون تعديله هو فصل الحكومه التي سوف يتفق عليها عن المجلس الرئاسي، ما الفكره في ذلك؟ نعم هو يعني نريد ان يكون فيها بعض الضمانات في حال يعني فشل الحكومه، لا يسقط رأس الدوله بالكامل في ذات اللحظه، يعني على الاقل اذا فشلت الحكومه سحب الثقه من الحكومه، موجود المجلس الرئاسي كرئاسه الدوله يمثل الدوله ويحافظ على استقرار الدوله وعلى وحدتها. لكن بالتشكيله السابقه او بالطريقه السابقه ان المجلس الرئاسي وهو يعني يتمثل ايضا في رئاسه الحكومه، ففي حاله اي خلل يحصل برئاسه الدوله هو سيحصل ايضا في الحكومه، وبالتالي ستتأثر نعم الدولة كلها. بمعنى أنكم سيد إسماعيل تريدون تجنيب الحكومة أي خلافات تحصل داخل المجلس الرئاسي القادم؟ نعم طيب، لكن هذا يعني بأن هناك بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي المقترح الذي قد يقترح لاحقا بعد هذا التوافق إن حصل، وأيضا هناك رئيس للحكومة،
هل تناقشتم في هذه المسألة رئاسة الحكومة، من يقترحها، من الذي سوف تعطى له الصلاحية لاختيار هذا الرئيس؟ هناك مجموعة أفكار سيد نبيل، نحن إلى هذه اللحظة لم أنا كما أسلف لك سيد نبيل لا نريد أن طيب. أن 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 نتحدث عن موضوع لم يتم الاتفاق عليه. ما زال الأمر مبكر يعني. موجود. الأمر مبكر، هناك أفكار قريبة جدا يعني لوقعية الموافقة عليها، ولكن إحنا لخصوصية الموضوع ولي كما تعلم الأستاذ نبيل هناك من لا يريد للوفاق الليبيين ولا يريد استقرار ليبيا كثير من الفقاعات الإعلامية التي ليس لها علاقة بما يدور على الأرض، من بعض القنوات تعلن عن أسماء لرؤساء حكومة ورؤساء وزراء، وهذه أخبار ليس لها أي جانب من الصحة ولم يتم التداول بأي أسماء، ونحن لسنا مخولين بالتداول على أسماء أو التشاور على أسماء، لذلك نحن نريد من كل القنوات ونريد بكل القنوات النبيل، وهذه رسالة من خلال إذاعتكم الكريمة والموقرة، أن تساعدنا في أن نخرج بالبلاد من هذه الأزمة، وأن يتوقف الصدق، وأن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية أمام تجاه بلدهم وتجاه شعبهم حتى نخرج بالبلد من هذه الأزمة الخانقة. نعم، قبل أن أنتقل إلى ضيفي التالي على الخط الهاتفي وهو السيد أشرف الشح، دكتور إسماعيل فقط أريد أن أفهم يعني موقفكم الصريح في هذه الجولات من المادة الثامنة. أنتم تحدثتم عن أن المادة الثامنة تأتي من ضمن التعديلات، بأي معنى؟ أن تلغى تماما، أن يتم تعديلها بشكل أو بآخر، أم ماذا؟ ما التعديل المطلوب من قبلكم كمجلس نواب في هذه المادة؟ نحن لدينا أفكار مهمة في هذا الاتجاه، نحن لن نتنازل عن قناعات مجلس النواب وعن التي تمثل باعتبارنا نحن نمثل الشعب الليبي. قناعة مجلس النواب سابقا حسب علمنا هو أن تلغى هذه المادة تماما، هل ما زلتم على هذه القناعة؟ لازلنا، نحن لم نصل في هذه المادة، ولكن يعني لدينا ما هو يلبي طموح مجلس النواب ان شاء الله. طيب، شكرا جزيلا دكتور اسماعيل الشريف، عضو لجنه الحوار المنبثقه عن مجلس النواب ويحدثنا من تونس. اتحول الى ضيفنا عضو لجنه الحوار السابقه مستشار وفد المجلس الاعلى للدوله، يكلمنا من تونس السيد اشرف الشح. سيد اشرف، اهلا بك انت ايضا في برنامج اكثر. مساء الخير، تحيه طيبه. مساء النور. استاذ اشرف، كان معي الدكتور اسماعيل الشريف وكان يصف الاجواء لغايه الان في هذه الجولات بتونس بالايجابيه. ماذا عن المجلس الاعلى للدوله او لجنه الحوار المنبثقه عن هذا المجلس؟ كيف هي الاجواء بالنسبه لديها؟ كيف ترصدها؟ انا استطيع وصفها بالاجواء العقلانيه، الاجواء الراغبه فعلا في الوصول الى اتفاق يمكن معه تحقيق الاستقرار المنشود في الشعب الليبي، يمكن معه معالجة المخترقات والأزمات المتوالية والتي يعاني منها أفراد الشعب. هذه الأجواء الحقيقة موجودة، ولكن الآن الحديث عن التفاصيل استفادة من المرحلة السابقة، من مرحلة السنتين الماضيتين وما عانته المؤسسات الليبية من عدم تنفيذ الاتفاق أو مختنقات الاتفاق وإمكانية معالجتها بتعديلات طفيفة ومحدودة على الاتفاق السياسي. مسألة التعديلات هذه كانت مرفوضة تماما من قبل لجنة الحوار السابقة، سواء حينما كانت تمثل المؤتمر الوطني أو الآن المجلس الأعلى للدولة، في النهاية ربما هم نفسهم الأشخاص. سيد أشرف، كيف هي استجابة وفد المجلس الأعلى للدولة في جولات الحوار اليوم في تونس من فكرة التعديل وإدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات؟ لا، فكرة التعديل لم تكن أبدا مرفوضة، لأننا لم نجرب ولم نخوض معترك تنفيذ الاتفاق السابق. عند تنفيذ الاتفاق السابق أو محاولة تنفيذه ظهرت العديد من العيوب، وخاصة في آليات التنفيذ، مما جعله مجمدا أو غير قابل للتنفيذ. بالتالي
التعاطي الإيجابي في كل المراحل للوصول إلى حلول يمكن معها حلحلة المشاكل، هذا أمر يقتنع به أي عاقل. لكننا كنا نسمع طرف مجلس النواب هو أكثر من ينادي بضرورة إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات أكثر من الطرف الثاني. لا سيدي، كان يطالب مجلس النواب بتعديلات بعد أن كان هو المقترح للنقاط التي طالب بتعديلها. عندما نرجع بالذاكرة، من اقترح أن يكون مجلس الرئاسي من 9 أشخاص هو مجلس النواب، لم يكن المؤتمر الوطني في حينه، وهو اليوم يطالب بتقليصه إلى 3. بالتالي من كان يطالب بالتعديلات يطالب بها للنقاط التي طرحها في الأساس. التعاطي الإيجابي والشعور بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية الوطنية يدفع أي عاقل في محاولة وتكرار المحاولة للوصول إلى مرحلة الاتفاق والتوافق التي يمكن معها إرجاع الأمانة للليبيين لكي يخوضوا انتخابات جديدة بإذن الله خلال مدة ليست بالطويلة، لكي ننتهي من مسألة الشرعية وتنازع الشرعية. بالتالي الهدف من هذه التعديلات الآن هي تهيئة الظروف والإسراع في الوصول بالشعب الليبي إلى مرحلة يمكن معها اختيار ممثليه وآلية الحكم الذي يريدها. بالتالي أستاذ أشرف، ما التعديلات التي يطرحها من جانبه المجلس الأعلى للدولة عبر لجنة الحوار التي تمثله في تونس هذه الأيام؟ سيدي، تم الاتفاق بشكل مبدئي على اتفاق إطاري في جلسة الأمس، ومن ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذا الاتفاق الإطاري الذي يحكم هذه المفاوضات بأن يتم تناول الاتفاق السياسي بشكل متسلسل، أي أنه يبدأ بقراءة المواد، ومن خلال قراءته للمواد يمكن طرح التعديلات. على سبيل المثال، اليوم تم تناول الباب الأول من المادة 1 إلى المادة 11 فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية بالحكومة والمجلس الرئاسي، وتم اقتراح بعض النصوص التي تحدد أن المجلس الرئاسي 3 أشخاص يمثل رئاسة الدولة، والحكومة أو مجلس الوزراء منفصل عن المجلس الرئاسي وله صلاحيات غير صلاحيات المجلس الرئاسي. وتم تناول هذه المقترحات، ويوم الغد إن شاء الله سوف يقوم الطرفان بتقديم ملاحظاتهم على هذه المقترحات التي استخلصتها البعثة من اجتماع اليوم. وهذا الحقيقة آلية إيجابية وآلية يمكن بها تسارع الوصول إلى اتفاق. ما موقف لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة من هذا التعديل تحديدا المتعلق بعدد من يمثل المجلس الرئاسي وفصله عن حكومة الوفاق المنبثقة عنها أو المنفصلة يعني عنها؟ الحقيقة ليس هناك مانع من حيث الأساس بأن يقلص عدد المجلس الرئاسي، بأن يتم تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة، في العناوين ليس هناك اختلاف، ولكن المطلب هو أن ندخل في التفاصيل في الآليات، نمنع عملية إطالة الوقت في تشكيل هذه الحكومة، نريد آلية سريعة يمكن معها الخروج بحكومة في أقرب وقت ممكن لكي نصل إلى تهيئة الظروف للانتخابات في أسرع وقت ممكن أيضا. بالتالي لا نريد أن ندخل في تجاذبات المرحلة السابقة وعمليات، ولكن حتى كيف يمكن أن نتجنب تجاذبات المرحلة السابقة أو على الأقل حوارات المرحلة السابقة؟ في البدء حينما كان مقترح المجلس الرئاسي مطروحا على الطاولة كان من 3 أشخاص كما تعلم سيد أشرف، وازداد العدد إلى 9 لأنه كان هناك خلاف على تسمية من يرأس المجلس الرئاسي ومن ينوب رئيس هذا المجلس. اليوم كيف يمكن ألا يتكرر هذا الجدل والخلاف مرة أخرى حول تسمية من يمثل المجلس الرئاسي الجديد؟ هذا صلب نقاشات اليوم، الآليات التي سوف يتم فيها الاختيار بشكل أن تكون عملية سريعة، عملية تعكس الديمقراطية في الاختيار، ولا يمكن أن تكون محصورة في أشخاص معينين. بالتالي يمكن أن نخرج من هذه النقطة استفادة مما حدث في السابق. هناك معالجات الحقيقة، وكما قال الضيف السابق أنه يتم التعامل معها بعقلانية وإيجابية، وهناك رغبة الحقيقة في الإنجاز واضحة حتى الآن، نأمل أن تستمر هذه الروح
لكي نتمكن من الإنجاز في أسرع وقت ممكن. هناك تسريبات تشير بأن لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة تدفع باسم عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس الرئاسي القادم، صحيحة هذه المعلومات؟ هذا أمر مضحك الحقيقة، وهذا عبارة عن تشويش على الشعب الليبي. ليس هناك طرح لا لأسماء ولا لمواصفات، العملية هي تعديل نصوص، تعديل آليات، كيفية اختيار، ما هي مسؤولياته ومهامه، ولا يمكن الحديث في هذه المرحلة لا على أسماء ولا على مواصفات أشخاص لإسقاط أي اسم على هذه المنصة. حسب الإطار العام أو اتفاق الإطار مثل ما سميته سيد أشرف، يعني والحديث عن الآليات، هل هناك فكرة واضحة من الآن حول من يختار؟ يعني أنتم لجان الحوار الموجودة في تونس أم لجان أخرى، أم المجلس النواب ومجلس الدولة، أم المرحلة الثانية من خارطة سلامة؟ من الذي سوف يختار فعلا الأسماء والشخصيات؟ ما يتم مناقشته سيد نبي والكلام للسادة المشاهدين أن عملية الاختيار يجب أن تكون واحدة عن مجموعة أشخاص يمكن معها أن يمرروا لأسباب مصلحية. بالتالي الآن التي تطرح الآن على الطاولة ولست في مجال أن أكشف عنها تتحكم آليات تعكس روح الدستور قاعدة الاختيار، بحيث يكون من يتم اختياره بطريقة أسعى وليس عدد من الأشخاص. يعني ملخص الكلام سيد أشرف بأنه للآن طرحت مجرد أفكار، لم يحسم أي شيء بعد؟ نعم لم يحسم، ولكن الخطوات بدأت تتسارع. الاجتماع الفعلي كان اليوم فقط، أمس كان اجتماعات تمهيدية للاتفاق على الإطار أو الاتفاق الإطاري، اليوم بدأت النقاش في صلب المواد، لكن الأفكار بدأت تتبلور، والعمل مستمر حتى هذه الليلة لساعات متأخرة من قبل لجان الإعداد لكي تلتئم لجنتي الصياغة بإذن الله، ونتمنى أن يخرجوا على الأقل الإحدى عشر مادة الأولى للاتفاق. المواطن الليبي سيد أشرف يعاني وما عاد في استطاعته أن يحتمل أكثر خلافات السياسيين، هل تتخيلون كيف سوف يكون رد فعل الشارع الليبي في حال لم تتوصلوا إلى توافق حقيقي هذه المرة في تونس؟ الحقيقة معاناة المواطن هي الدافع اللي جعل هذه التعديلات سريعة، وما تحدث عنه زميل سابق يعكس أن هناك روح شديدة وهناك شعار بالمسؤولية حتى مما كان يعارض بشكل سلبي. اليوم الحقيقة نتمنى وكلنا أمل بأن نصل في أسرع ما يمكن إلى التعديلات المطلوبة، آملين من المجلسين بعد الاتفاق المبدئي من لجان الصياغة أن يعتمدوا ما يتوصلون إليه باعتباره أحسن الممكن في ظل هذه الظروف، ولا مجال للاستمرار في التجاذبات وفي الاستقطاب الذي عانى منه المواطن، وسوف تنهار الدولة لا سمح الله لو استمر. طيب أخيرا حتى نستوضح هذه النقطة وننهي هذا النقاش سيد أشرف، كان هناك بعض الأنباء تشير بأن لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة ترفض التعديل المقدم من لجنة حوار مجلس النواب والمتعلقة بآلية تشكيل المجلس الأعلى للدولة، ويعني يطالب مجلس النواب بعودة المنتخبين يوم 7 يوليو 2012، موقفكم من هذا التعديل؟ من حيث المبدأ كلمة رفض لا توجد في قاموس المفاوضات، من يرفض هو الطرف الضعيف، الطرف الذي لديه رؤية ولديه استراتيجية يطرح مقترحات. طيب نريد كلام عملي سيد أشرف، موقفكم من هذا التعديل ما هو؟ موقف لجنة الحوار عن مجلس الدولة الأعلى من هذا التعديل؟ كل ما من شأنه أن يتم معه تعديل الاتفاق السياسي بشكل عملي يمكن تطبيقه لا يمكن أن يرفضه العقل.
هل نفهم بأن لجنة الحوار لم تشكل موقفا كاملا من هذه المسألة؟ سيدي إجابتي واضحة. لأن إجابتك عامة سيد أشرف، الإجابة عامة. نعم نعم، أنا أقول لك أن هناك مقترحات مختلفة. طيب هذا المقترح، أنا أسأل عن مقترح، عن مقترح إضافة يعني أعضاء من المؤتمر الوطني، وتم انتخابهم يوم 7 يوليو 2012 إلى المجلس الأعلى للدولة. سيدي هناك معايير يتم طرحها لكي يتم مناقشة هذه المسألة، بالتالي لا أستطيع أن أسترسخ الأحداث، ولكن من حيث المبدأ لن يكون مرفوضا أي اقتراح من شأنه أن يحلحل هذه المسألة. هل هناك من خطوط حمر من نوع ما؟ أنت تقول يعني ليس هناك من مسألة رفض، أوكي هذه مفهومة سيد أشرف، ولكن هل هناك من سقف يعني تقف عنده لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة في هذه الجولات؟ السقف أو الخط الأحمر الوحيد بأن لا ترتهن أو لا يرتهن مستقبل الدولة الليبية في أشخاص، أن المسألة الآن هو تعديل الاتفاق السياسي وعدم محاولة إسقاط مواده على أشخاص بعيد. أشرف المحافظة على مدنية الدولة هو هذا الأساس. نعم، عضو لجنة الحوار السابقة، مستشار وفد المجلس الأعلى للدولة حاليا في تونس، أشكرك جزيلا. فاصل قصير مشاهدينا، ومن ثم نتحول إلى موضوع آخر يتعلق بدرنة ورصد من داخل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في المدينة. أهلا بكم من جديد مشاهدين في أكثر. وصلت برنامج أكثر معلومات بأن مستشفى الوحدة العلاج التعليمي لغاية حبيت أن يعاني، توجهنا بمصورنا مع كاميرته إلى هناك ورصد لنا مصورنا حقيقة الأوضاع. نتابع معا هذه المقابلات التي سجلناها. المستشفى يعالج أي إنسان يدخل المستشفى، ليس له علاقة بجنسية أو المريض هو المريض، نحن نعرف الإنسان في هذه المدينة، ولكن الناس المسؤولة تسأل كل مرة وتطلب المستشفيات والجهات السياسية، لأن هناك داخل المدينة فقط يستطيع أن يعالج نفسه ما يعالجون في هذه المدينة. Thank you.
واحد من حمى الجدلية اللي هي نتيجة إصابة بنوع معين من البكتيريا تسبب هبوط عام وفشل في جميع أجهزة الجسم. طبعا هذه قصة لها طبعا خلفيات، لأن تراكم القمامة في البلاد وبعد العيد الأضحى وجلود الأضاحي الحشرات الموجودات على جلود الأضاحي طبعا انتقلا وانتشرا للأطفال ليلعبوا بجنب القمامة، وهذه سببت الحمى الجدلية. طبعا لله الحمد عندنا العلاج وتمت السيطرة على هذه المشكلة، ونتمنى في المستقبل أن توفر الأدوية خاصة في هذه المشاكل اللي هي تمثل أوبئة في المجتمعات. وأهم حاجة هو إزالة الأسباب اللي هن زي التجمع القمامة في المجتمعات. هذه مشاكل واجد ونهمنا السياسة، ونحن نحن مدنيين في مهنتنا لنا علاقة بالسياسة، لنا علاقة بالإنسان، مرض الإنسان من علاقة بالتاريخ، وعارفين إن درنا تاريخ تعرضت لوباء فقدت 90% من عدد سكانها، وهذا مؤثر قوي جدا للناس في الوبائيات، إن درنا في أي لحظة مهددة إن يصير فيها وباء من نوع آخر. والدكتور فؤاد النازي حكى على أنواع أوبئة، ونحن يوميا الناس في المهنة ونشوفه في المشاكل، وقد ينتقل وقد تكون في أي لحظة. الأمر ليس له علاقة بلا بالسياسة، وليس له علاقة بالاحتكاكات ولا بالقبلية ولا بالمشاكل، له علاقة بالإنسان، بعيالكم، بعيالكم اللي بيقروا وبيشتغلوا في دارنا، بعيالكم وأمهاتكم وأولادكم اللي بيولدوا في مستشفى دارنا. الكلام موجه للناس اللي حوالين مدينة دارنا ضواحيها، لأن دارنا لما نقول دارنا ما نقولوش دارنا مدينة المكان هذا، دارنا تعني جميع المناطق اللي حواليها. لعند أمس كانوا جايين يدزين صورة من واحد من المناطق خارج دارنا يبي يخش يدير واسطة باش يدير في دارنا، حصار ما أصبحت على دارنا، حصار على المناطق اللي حوالين دارنا. فأتمنى أن الناس اللي في المراكز الأخرى يفكروا الأمر بطريقة أخرى، يدوروا مخرج حل، لأن نحن نعاني، إدارة المستشفى تعاني، يشتغلوا في وظائف غير وظائفهم، الناس كبار ومتحسين ويمسدون في أشياء أخرى ما لهمش علاقة بها. نحن ناس مهنيين نعتني بالإنسان، والإنسان فقط ما لك علاقة لا بجنسيته ولا بتوجه السياسي ولا بمكانه ولا بولادته ولا حتى بجنسه وأحيانا حتى دينه. نحن نبقى نهتم بالإنسان، دارنا فيها مشكلة صحية قد نقاومه والله يسر سبحانه وتعالى بطريقته، لكن لو انفجر أي وباء أو أي مشكلة صحية مش هتعاني دارنا بس. هذه الرسالة اللي بنوجهها. نتابع هذا الموضوع، الأوضاع داخل مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي الموجود في درنا. معنا مدير عام هذا المستشفى الدكتور منصور عبد النبي بن فايد، أيضا معنا سيد معتز الطرابلسي مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة. أبدأ بالدكتور منصور بن فايد مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنا. دكتور منصور، حسب ما تابعنا في هذه المقابلات المسجلة يبدو أن مستشفى الوحدة يعاني من كل شيء تقريبا، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والإنسان نشكر الإنسان على وقوفه على المشاكل الصحية هو بادئ في على مستوى ليبيا يتعاني منها كلها، ولا على المشاكل المستشفى الوحدة خاصة. المستشفى أنه يعاني من جميع الاتجاهات، سواء من ملتزمات وأدوية، سواء من ميزانيات. طبعا أنا مثل ما تعاني أغلب مستشفيات ليبيا يعني تقريبا، لكن من أبر الأحداث الأخيرة هذه تم في معاناة أكثر يعني ممكن وصعوبات في استجلاب حتى الحاجات الضرورية جدا لمدينة درنا. طيب في هذا الشق، هل حدثتنا عن تفاصيل زيادة؟ تقول بأن كل المستشفيات تعاني في ليبيا بسبب الوضع العام، لكن يبدو أن مستشفى الوحدة داخل مدينة درنا يعاني بشكل أزيد، حدثنا عن هذا الجانب، كيف تؤثر الأحداث الأخيرة والمواجهات ما بين المجموعة المسلحة التي تسيطر على مدينة درنا من الداخل والجيش من الخارج وبواباته ومحاصرته للمدينة، كيف تؤثر على المستشفى وعلى قطاع الخدمات الصحية بشكل عام في المدينة؟ طبعا نحن الفكره اللي عارفينها في ليبيا كلها طبعا كمشكله عامه، توفر الادويه التخصصيه، توفر
المستلزمات التقارير الضروريه. هذه هي مشكله ممكن تعاني فيها ليبيا، لكن نحن طبعا وزاره الصحه الحكومه المؤقته اخيرا طبعا دارت دعم للمستشفيات بدعم بميزانيه للتطوير والعلاج. طبعا الميزانيه اللي جات فيها حصه لدكاترنا وقمنا بالشراء. المواد هذه حاليا موجوده في مدينه البيضاء ما يقرب عن شهرين تو او فوق. وطبعا لان رصدنا جميع الجهات بمساعدتنا واخذ تصريح بدخول لمدينه درنا، والى الان لم يستجب لنا في هذا الخصوص يعني. خاطي الاتصالات طبعا من منظمات الصحه العالميه والله من الصليب الاحمر ما اتصلوا بي كم مره على اساس انه يجيبوا طرق بس لما يساعدوا المدينه في ايجاد حلول في الاشياء الضروريه يعني. وحاولت نظر عن هالاتصال عن طريق المستشفى الميداني في مدينه مرتوبه لان موجود غالي، وبعثنا بمراسلات عديده للامر عمليات عمر المختار، وطبعا الى الان لم يجينا الرد. يعني طبعا هذه المستلزمات هذه طبعا في المشكله الاخيره اللي هي مشكله الوقود عندنا في مدينه درنا، سواء النفط اللي هو يستعمل في المحركات الكهرباء اللي في المستشفى اللي هي عدد 3 محركات. وانت عارف مشكله الكهرباء اللي حاصله في ليبيا توا، ومشكلة البنزين اللي هي للموظف أو للطبيب أو للتمريض اللي يساعده في قدومه للمستشفى وباستدعاءات وتقنيه الاستدعاءات بسعادات والسيارات الخدمية للمستشفى من الحافلات اللي تقوم بجلب التمريض للمستشفى. هذه كلها طبعا مشكلة تعتبر مشاكل خاصة المدامة أكثر من مشاكل عامة. تحدثت عن مستلزمات ومواد طبية خاطبتم بشأن إدخالها إلى داخل مدينة درنا آمر غرفة عمليات عمر المختار، متى حصل هذا؟ هل أعطيتنا التواريخ حتى نعرف منذ متى حصل هذا الإجراء ولم يعني يستجاب له بعد؟ طبعا نحن الإجراء أول إجراء حدث كان قبل عيد الأضحى، وتم السماح لنا بدخول موقع من آمر عمليات عمر المختار والعقيد سالم الرفادي، وتم بادخال مستلزمات من مدينه البيضاء ومدينه بنغازي ودخول الاكسجين. لكن بعد هذه الفتره خطبنا الان ممكن 3 خطابات. اخر خطاب كان هو اليوم بعثناه للغرفه، والى الان طبعا ما فيش اي رد على الموضوع. ما مدى اهميه ادخال هذه المستلزمات وفي طبيعتها كمستلزمات ومواد طبيه للمستشفى ولمستحقيها من المرضى؟ طبعا يعني الفكره كلها ان المستلزمات اللي نحكي عليه ما نحن من انه الجوانتي والجلافز احنا نقولوا الجراحي اللي يستعمل الطبيب لحمايته من الجارزه اللي هو الشيشه اللي يستعملوا فيه في تصميمات الجروح. هذا نعتبر فينا حاجات اساسيه واوليه، حتى انت عارف ان في مدينه درنا ممكن في حالات يحتاج ان نحن نحولوه لمدينه طبرق ولا لمدينه بنغازي، حالات في حاله العظام وحالات في جراحه الاعصاب. لكن في حاجات اوليه تقام للمريض في المستشفى كاسعافات اوليه. علينا ننظر انها حاجات ضروريه جدا لازم تواجدها لحمايه الطبيب والمريض. طيب ماذا عن العلاجات الاهم من ذلك؟ اللي اكبر من مجرد قفازات ومواد أولية تستعمل في حجر الإسعاف، ماذا عن العلاجات الأهم والأكبر من ذلك؟ علاجات مرضى السكري، علاج الضغط، أي علاجات أخرى يعني من الصعب أن ينتظر المريض بشأنها؟ طبعا العلاجات التخصصية من فترة لم تتوفر، حتى إذا توفرت تتوفر بأشكال متقطعة يعني. ممكن المستشفيات ليبيا ممكن تسمع بنغازي نعم سواء عندنا اتصال بالمستشفيات مستشفى البيضاء، نفس المشاكل الموجودة هذه يعني. بالنسبة للتخصصية الموجودة في جميع حقيقة يعني في عدم توفرها للأدوية التخصصية. بالنسبة للإنسولين طبعا هو من شأن عندنا مركز السكر اللي هو يدفع خدمات صحية، وهذا يتوفر يعني لعن فترة من أسبوع كان تم دخول المدينة التنظيمات تم دخول هذه يدفع خدمات صحية، لكن الأدوية التخصصية هي يدفع المستشفى. فهذه دي أزمة على مستوى ليبيا يعني مش على مدينة درنا فقط. نعم. وهذا يقودنا الأزمة اللي على مستوى ليبيا يقودنا أن نرجع بالتاريخ قليلا دكتور منصور، يعني مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي هو مستشفى كان مقره موجود في باب طبرق في مدينة درنا وهو مغلق
منذ عام تقريبا 2006 أو 2007، منذ ذلك التاريخ يعاني. وأريد أن نتحدث قليلا عن هذا الموضوع. أنتم نقلتم من باب طبرق إلى مجمع الهريش وبدأتم تعملون من هناك، حينما أصبحنا نتقصى عن الحقائق وعن حقيقة فعلا الأوضاع التي يعاني منها المستشفى، هناك من أخبرنا من داخل المدينة بأن هذا المستشفى يعاني أصلا من عام 2006 و2007 حينما أغلق لغرض الصيانة ولم يفتح بعد في مقره، حتى اضطر الأمر أن تنزل الأطقم الطبية إلى مجمع الهريش الصحي وتعمل من هناك. طبعا هذه المشكلة عارفين الدرمة كلهم، وعارف المشكلة المستشفى اللي هو كان ساعتها ما يقارب عن 513 سرير، المستشفى الوحدة الرئيسي اللي هو الموجود في بطبرق، هذا تم اطفاله في 2007 وتم الاتجاه الى اماكن جزء منه كان هو من غسيل الكلى والبدنة، كان موجود في قسم الكلى فوق في بطبرق، وفي صلة او عيادات الهريشة اللي تم فتحها كمستشفى الجراحة والنساء والولادة وقسم الاطفال. طبعا في تخصصات اخرى عندنا زي الحنجره والريده، عدم وجود حتى اماكن لهم، يعني فقط عيادات عندنا، يعني هذه مشكله نعاني منها. قله السراير، يعني المستشفى يعاني فيما يقارب، كان يعاني فيما يقارب 250 الف نسمه، يعني قرنا والرواحية يستقبل فيه في من 513 سرير تم تحول الى 250 سرير. طبعا هذه مشكله عامه موجوده من 2007 تقدر تقول، يعني من توا. لكن نحن نحصل على هذه المشكله موجوده، يعني فيها ثمن مشاكل الطاقم، يعني ما نعرف مشكله ان الجامعه تعاني من 2007، حتى قبل 2007 يعني كان المستشفى من قبل 2007 كان في جزء منها في الصيانه، يعني وما كبرت الصيانه بتاعها بل تم طفله بالكامل واتجاه الى العيادات. تو نحن نحاول ندور في حلول، نحن نقول حلول ترافيقيه، يعني مره تو نحن واقفين قسم تفصيل الرقابه الاداريه في مدينه درنا ومفتحين فيها قسم الباضله ونحاولوا ندور فيها جزء من العيادات، فكلنا يعني تم زي المبعثر، يعني تم معاناه اكثر. مبعثر عندنا في جزء منه اللي هو قسم العيون في الهلال الاحمر، الهلال الاحمر اللي في مدينه درنا. هذين كل الاقسام قسم الكلى موجود في بطبرق، يعني تم بدل منا مستشفى تم عباره عن مستشفيات متوزعه على المدينه. بخصوص المواد الطبيه المخصصه لكم والتي تنتظر على حدود مدينة درنا ولم يسمح الجيش بعد بإدخالها إلى المستشفى، في هذا الشأن هل تخاطبون مباشرة الغرفة مثل ما أخبرتنا أم عن طريق وزارة الصحة، وما موقف الوزارة الموجودة في الحكومة المؤقتة من هذا التعطيل؟ يعني عشان نحكي لك الصراحة، نحن اول ما خطبنا وزاره الصحه للحكومه المؤقته، وبعدها جاتنا رساله منهم بمخاطبه اللي هو رئيس الاركان النابوري بالمشكله بتاعتنا اياي، وبعدها تم اتصال بي مباشره بالعقيد سالم رفاد وخطبني وقال لي انك حاول انك احنا نبدو على مستوى المدينه وتقدر تستخدم مباشره الغرفه واطلب منا وحدد لنا كميه الضغط اللي تحتاجها، كان محرك موجود لدي المواد حاول تبلغنا قبل ما تاخذها من البيضة او من الرازي، كنا يعني امور ماشيه الحمد لله مع الغرفه جيده جدا. ما الذي تغير الان؟ بالتالي ما الذي تغير هذه المره؟ التغيير الان الان طبعا انت عارف ان في تغيير في غرفه العمليات، هو على اظن انه كانت ماسك العقيد كمال الشداري، فنحن تو المعدل المراسلات تغير، حاولنا ندير المراسلات وطلب منا المراسلات تكون كلها جديده من جديد، يعني من اول مراسلات، يعني المخابرات اللي خبرناها من الاول يكون المراسلات حديثه، وتو قمنا بالمراسلات نحن تو منا المفروض من شهر ننزل في المراسلات. اخر مره ممكن حتى اتصلنا حتى بالمسؤول المستشفيات المدينيه الدكتور سليمان الرفادي، بلغتنا بالامر بياي وقلنا كنت في مقابله معاه، وتو نحن ندير رسالات حديثه تو وقلنا رسالات، لكن الكلام طبعا زي ما حكيت لك تم ايام ياخذ في ايام وتو امتد الى شهر، يعني الى الان لم ناخذ اي تصريح. طيب وبالتالي هذا الوضع كيف يؤثر عليكم على مستوى تقديم الخدمه الطبيه لمن ياتي الى المستشفى؟ طبعا يؤثر بشكل كبير، انت عارف انت حتى حالات انقاذ الحياه، انقاذ الحياه اذا كان الطبيب لا يجد حتى الحاجات الاوليه لانقاذ الحياه من جلافز من البوانتيات، نحن نقول هذا النهائي والله الجارد اللي موجود عشان بس تقوم فيها النزيف، مواد التخدير عشان اذا كان المريض يحتاج لعمليه، الامواس المشرط،
هذه كل الحاجات اوليه، نقاط مريض الغرز اللي يقوم بالخياطه بالناس، كلنا نعتبر فيه انها حاجات طيب. اوليه. ماذا لو لم يسمح بشكل عام ان يدخل شيء الى المستشفى؟ كيف سوف يكون الوضع مستقبلا؟ يعني والله احنا نقول ان شاء الله ما يصيرش الكلام هذا طبعا، اولا لان طبعا احنا الحمد لله سوينا من ثلاث ايام صفحنا بدخول الاكسجين، ودخلنا عربه حددونا حتى كميه ما تخش المريض دارنا، ودخلنا عربه الاكسجين مطفي سوى من اربع ايام رد علينا. لكن الفكره كلها هذه حتكون طبعا اكيد حتكون كارثه انسانيه اذا كان هي صعوبه المواطن في الخروج حتى للمدينه. طيب. انت اذا كان حتى ولو انت سمحت بالخروج، لان في حالات ما ينتظرش حتى يطلع عن الكارثه، يعني مثل الكارثه ويصل المرتوبه، يعني هذا اذا كان في مستشفى اصلا في كارثه او مرتوبه. فانت عارف ان اذا كانت حاله نزيف حاد ولا اثار حياه ولا حالات الجلطه والله حالات الكسور ولا حالات الحروق الكبيره، لان يعني كله يحتاج الى اسعافات طارئه، الى سوائل، الى عنايه اوليه، حتى ينتظر المريض 48 ساعه لعل يتم توزيعها لاقرب مدينه. يعني ابقى معي الدكتور منصور بن فايد لو سمحت. معنا معتز الطرابلسي مدير مكتب الاعلام بوزاره الصحه في الحكومه المؤقته. سيد معتز، موقف الوزارة من هذا الوضع، هناك مواد مستلزمات طبية يفترض أن تصل إلى مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، ولكنها لم تصل بسبب عدم سماح غرفة عمليات عمر المختار بإدخال هذه المواد، وهي تنتظر في الخارج، وهناك خشية من ألا يعني أن تؤخذ لجهات أخرى أو لأماكن أخرى. تعليقكم على هذا؟ نعم، فيما يخص اخي نبيل طبعا نرحب بك وبضيوفك الكرام، وانا ابن هذه المدينه وكنت دائما متواصل سواء كان مع الدكتور رضا العوكري، وكان متواصل وحديث مع الدكتور منصور بن فايد طيله المده الماضيه من اجل توصيل سواء كانت الاحتياجات الطبيه ومن المستلزمات وكذلك الاكسجين الطبي، والدكتور منصور يستمع الي ويعرف ما قمنا به من اجل توفير ما يمكن توفيره الى مستشفى الوحده. طبعا مستشفى الوحده كما قلت وذكرت منذ عام 2007 وهو يخضع تحت ما يعرف بجهاز تطوير المباني الاداريه او جهاز الطيبه، وهو يعمل وفقا لقرار بسعه 30% فقط من قدرته من اجل تقديم الخدمه العلاجيه والصحيه. ونحن لم نتعامل كحكومه مؤقته منذ تواصلنا مع مستشفى الوحده ومدينه درنا بهذه النسب او بنسبه 30%. درنا مدينه صنع اكثر من 130,000 نسمه، وتحتاج الى خدمات صحيه اكثر. ربما ما قمنا به خلال المده الماضيه هو تخصيص مبلغ بقيمة 800,000 دينار من باب التحسين والتطوير، وأيضا دعمناهم منذ الأسبوع السابق أيضا بقيمة 500,000 دينار. ربما يؤكد لي الدكتور منصور بن سعيد، ليست أمامي الأوراق، ولكن هذه القيمة التي تم تخصيصها منذ أسبوع أو أسبوعين تقريبا كقيمة إضافية لمستشفى الوحدة وإدارة الخدمات الصحية 400,000 دينار، وتم تخصيص ترفيع المجمع العيادات في منطقة كاسو 27 كيلومتر من مدينة درنا ودعمها بمبلغ 125,000 دينار أيضا لتقديم الخدمة العلاجية لسكان هذه المناطق والمناطق. نعم، وللتخفيف ولتخفيف الحمل على المستشفيات داخل مدينة درنا، لأن باعتبار أن المستشفيات اللي في درنا لا تعالج فقط أهل درنا وإنما حتى أهل المناطق المجاورة. نعم، المحيطة بها أيضا. كذلك تم احتماد مستشفى مرزة مستشفى عام وتخصيص مبلغ له، وكذلك بلدية المقدمة تم تخصيص لها مبلغ من أجل تخفيف هذه كل العبء على مدينة درنا. تقول تخصيص، لكن حتى نكون واضحين ودقيقين، تخصيص بمعنى دفع المبلغ واستلموه فعلا تلك المراكز والعيادات، أم خصص على الورق؟ نعم، تم تسليم اخي جديد واستلم، وهو ما تم شراء به هذه المستلزمات التي تحدث عنها الدكتور منصور بن سعيد تقريبا، حتى احدث لك القيمه التي اشتروا بها تقريبا 170,000 دينار من قيمه المليون الاخير. ويؤكد الدكتور منصور كان هذا الكلام غير صحيح. نعم، فيما يخص المستلزمات وكذلك الاكسجين الطبي، كما اكد الدكتور منصور دخل الاكسجين وهي عمليه ترتيبيه فقط لا غير، ان شاء الله سيتم دخول كافه الادويه والمستلزمات الطبيه، هي مساله وقت، مساله تنظيميه. نحن على تواصل وكما قال لك في مخاطباتنا في مراسلاتنا متواصلين جدا، وكان كوزاره الصحه او كاشخاص ايضا، وربما الدكتور رضا العوكري كان حريص اشد الحرص على 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 الجانب الانساني داخل مدينه درنا ووصول الخدمات الطبيه والعلاجيه لهذه المدينه. يعني نفهم من كلامك سيد معتز بأن غرفة عمليات عمر المختار بشكل عام لا مانع لديها من دخول المواد والمستلزمات الطبية إلى داخل المدينة؟ نعم
مثلما نحن دائما نحيد عن الامور العسكريه، ولكن خطابنا يكون عن طريق المكاتبات والقرارات. هناك قرار صدر منذ 4 أيام تقريبا او 5 أيام بدخول كل الاحتياجات وكانت الطبيه من مواد غذائيه، الا البنزين او الوقود هذا لم يتم فيه الموافقه على مدينه درنا. نحن لازلنا نعمل وفق هذا القرار، فتح الاكسجين من 3 أيام، لازلنا ننتظر ترتيبات من امنيه لدخول باقي الشحنات وكانت من المستلزمات الطبيه والجلافز وغيرها من المواد المخصصه لها. دكتور منصور عبد النبي بن فايد، هل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة قامت بواجبها تجاهكم مثل ما نفهم من السيد معتز؟ طبعا الكلام اللي قاله معتز واغلبه صحيح من ناحية الميزانية ومن ناحية التطوير اللي حكيت عليها في البداية، خصونا ما يقرب عن 850,000 وبعد ذلك خصونا 500,000، هذا كله حكيت لك عليه، من المستلزمات والأدوية اللي قام بشرحها للمستشفى وحاليا موجودة في مدينة البيضاء. نستطيع ماشي الان ادخال لمدينه درنا، هي المشكله الاساسيه اللي عندنا حاليا. نعم. انما ان ادويه اساسيه من ادويه تخدير او ادويه عنايات او ادويه المستلزمات الطبيه، هذه كلها موجوده حاليا في مدينه البيضاء. يقول السيد معتز بانها مساله وقت. الوزاره ترى بانها مساله وقت وترتيب. الوقت انت عارف ان الوقت يقول الوقت مزاد يعني، فقلت نعم اليوم يقول لك عايش اليوم اكتبني بكره، انا مش عارف اقصد صار لنا قرب عنده، وانا احكي لك كلام هذا من بعد عيد يعني، من بعد عيد الى الان ونحن في مجلس الوقت هذا يعني. احنا قاعدين حاليا بالمخزون الطوارئ يعني، احنا اشتغلوا بالمخزون الطوارئ لنا ما يقارب فوق من الشهر يعني. فانا ديما نحاول ان نخلصوا حاجه للطوارئ عشان ما تروحش اي مشكله طبيه او مسؤوليه طبيه، فديما نعتمدوا ان مش ان فقط ياثر فينا قفل طريق او قفل او اي نقص في اي او كارثه انسانيه ممكن تصير في المدينه، فكل شيء هذا كنا لنا حاسبين حسابه، وهذا اللي مخلينا نحن مصابرين لعن توا وقاعدين في المدينه، وما زلنا المستشفى قاعد يستقبل في المرضى، حالات الطوارئ يستقبل فينا الان يعني، ما قفلناش البيبان ولكننا نعيش في المدينه. نحن بالعكس حتى الورقه اللي بعدناها حاولنا نحاول المسؤوليه لوزير الصحه، وصلنا رساله عن طريق معتز الرئيس لمكتب الاعلام وبرنامج اللي حتى هي كان وقف العمليات المبرمجه والعمليات البارده يعني، لكن الان ما زلنا نقوم بعمليات الطوارئ موجوده مفتوحه واستقبال الحالات الطارئه في المستشفى الى الان يعني. نحن خلال زيارتنا للمستشفى، مستشفى الوحده التعليم العلاجي دكتور منصور، قابلنا عدد من المرضى، سجلنا معهم هذه الآراء، سألناهم عن رأيهم في المستشفى، في مستوى الخدمات، في الأطقم الطبية. نتابع معا ومن ثم نعود، لأنه يبدو ليس مشكلة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي فقط مسألة نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية، وإنما هناك أيضا ملاحظات من قبل بعض المرضى على الأطقم العاملة في المستشفى. نتابع. لكن ايش يمكن قلنا العدويه وقلنا احتياجات النعمه ايش متوفره؟ النقص كله في الادويه لا استوعب لا من الوزن ولا حتى تقبيل والحجر اللي طلعنا له المرضين الله يسامحها يشتغلوا قدم على قدم وزن، والناس خافوا مجهود وفقد عندهم كل موجود عندهم عطوا لنا لازم بدأوا وفروا تقريبا الممرضه الاجنبيه هذه البلغاريه هي الوحيده في هذا القسم، هي مسكينه الشيله كله تضرب في اللي داير بروحها، ماسكه اداره تجي تجر المرضى بروحها، لكن بالنسبه للاجنبيه بالنسبه للليبيات للاسف مش موجودين لغايه امس على اساس المفروض وحده بدلها دي مصابيه برا تراجع في قدمي ما بقتش تطلع من المستشفى لغايه ان يجي بدلها ما جاش بدلها مسكت مسكينة لغاية الليل حرام يعني ظلم علي المفروض اللي يأخذ في راتب يجي عرفت اني أخذ من الممرضة.
دكتور منصور، الكلام الأخير لمرافقة إحدى المريضات، هذا يقودنا ويذكرنا بالكلام الذي ذكرتموه في المقابلات اللي سجلناها معاكم واللي عرضناها من بدري شوي حول النقص في الأطقم الطبية. يعني هذا الجانب كيف يؤثر عليكم وعلى المرضى داخل المستشفى؟ طبعا المستشفى كان معتمد على عنصر اجنبي بصفه ممكن انا نعتبرها ممكن فوق من 60% كان باقي من المستشفى. طبعا من مشاكل التحويل اللي صارت لهم في طبعا اللي قعدوا في ليبيا كانوا موجودين ما يقرب عن 3 سنين لم يتم تحويل لهم اي عمله خارج ليبيا. فالمشاكل طبعا احنا علينا من واجد، حاولنا قدم وزاره الصحه والماليه، خضبنا المحافظ، حاولنا نحل جميع الوسائل، حاولنا مع المدراء البنوك، انا بدرنا اجتماعنا معهم نحاول ندير حلول في التحويل هذا، قلنا مش حنفقد العنصر هذا. طبعا صبروا هم في اللي صبروا فيه لان ما زال موجود منهم ممكن ما يقرش عن 6-7 انفار. والى الان طبعا نفس المشكله ما زال ما انحلتش ولا تم تحويل الا جزء بسيط تو من ممكن من شهرين حول المستشفى اللي مصرف الجمهوريه حول بعض نعم. مصرف التجاري، مصرف الإسلامي، مصرف الوحدة، إلى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ مالي للعنصر الأجنبي. كان أحد الأطباء في اللي حكيت عليها بس عايش صف نبيل قصة الليبيين. طبعا الليبيين طبعا احنا العنصر الليبي عندنا طبعا أغلب عما ان غرب عند البجن ما كانش عندنا حتى معهد صحي بمدينة درنا، فكان عندنا معهد خاص، احنا حاولنا نتجه لمعهد خاص لأن نبغى عنصر تمريض، فخذينا دفعه جديده من معهد خاص كان موجود في مدينه الثمانيه، قمنا بتعليم ما يقرب عن 6 شهور تدريبهم حتى يعني نرقوا من خدماتهم. هو طبعا هذا هو اللي موجود ممكن تو يساعد في المستشفى. المشكله طبعا انت عارف مشكله الليبيين كلهم، حتى اللي ما يجيش العمل هو قصه البنزين، ما عندي السياره ما فيهاش بنزين اليوم في الصبح، نفس المشكله اللي نحكوا منها بالنقص وعدم الحضور هي قصه البنزين. وحتى احنا حاولنا نوفر حافلات من المستشفى ونجيبهم من اماكنهم، لكن حتى تم انا كمستشفى فوق يعاني اذا كان حتى انا ما توفرناش بنزين للاسعاف ولا للسيارات الخدميه. طيب سيد منصور، الكلمه التي توجهها لغرفه عمليات عمر المختار او لرئاسه الاركان بشكل عام عن يعني المستلزمات التي تنتظرون ادخالها، عن الاوضاع داخل المستشفى ومدى قدرتكم على الاحتمال في تسيير الامور. طبعا اول كلمه نقولها طبعا احنا لازم تعرف ان مشكله درنا هذه سواء كانت في الطرق وفي الانتاج مشكله قديمه، يعني ما كانش في حصار موجود صح فعلا، لكن انت عارف حتى ايام موجوده كانت عندنا انا كانت في داعش، كان مشكله ايام حرب بنغازي، فكان عندك كل اطبي كان موجود بنغازي. نشكر جميع اللي كانوا ساعدونا على سواء من عقداء الجيش زي الله يرحمه عقيد السمن كان ديرنا تصريح وكان يحاول يوصلنا الامداد الطبي الى المدينه، الامر الشرطه العسكريه انا بمدينه مرسوب، هذول الناس كلها يعني صراحه قائمه، لكن هم طبعا كلهم يعتمدوا على اللي هي التصريح عشان المسؤوليه وعشان المعاملات، فكان ديما هو التوضيح. نحن نحب اللي بيتاكد ان نحن موجودين من اجل الانسان، نعالج الانسان في اي مكان، يعني نحن انا واجبنا واجب ثاني، ليس واجبنا ليس لنا اي توجهات سياسيه او عدم ولم يتدخل احد في عملنا، يعني لنا حتى اذا كان موجوده انا كانت داعش في دمنا نتدخل تم تدخلها في اداره المستشفى بتاتا، يعني ما فيش يعني حتى اذا حاولوا نقرب عنها اللي عملناه. لكن كان هناك دكتور نعم المواطنون داخل درنا كانوا يعني يرون بان مواد ومستلزمات طبيه ترسل من الدولة الليبية إلى المستشفيات داخل درنا يرونها في المستشفيات الميدانية لتنظيم داعش. ما يا أستاذ نبيل، أنا ما برد عليك فيه، لأن إذا كان هو المستشفى موجود في درنا ودرنا كان فيها داعش، يعني هي شري مشكلة عن داعش إنه ممكن تعالج في المستشفى الوحدة. إذا كان هم المستشفى يقدر يخش فيه في أي وقت ويعالج في أي وقت، ما كناش نمنع أي مريض نحن، ولا عندنا سلطة نمنعه نحن أصلاً، يعني إحنا كان موجودين أي مريض أي حالة طارئة توجد بالمستشفى. كان هم كان يجوا حتى حالات جرحى منهم ويعالجوا في داخل المستشفى، نحن موجودين لاي مريض، فهم شنو يمنعهم من يعالجوا في المستشفى؟ لن ياخذوا هم مستلزمات او ادويه اللي بدهم يعالجوا بهم برا. لكن باي منطق؟ اعلم اذا كان في حاجات لم لكن يعني دكتور دكتور نعم لكن بشكل عام باي منطق يعني الدوله تعالج من يكفرها ويقاتلها؟
هذه ما هذه هذه تناقضات يا سيد نبيل. انا حتى ان حاولوا يدخلوا فينا كمستشفى وجونا وطلبوا منا نحن نبوا اسماء الموظفين واسماء الاجانب الموجودين في المستشفى ونحن رفضنا قلنا لهم ان نحن معبود لكم اذا كان هو المستشفى يدفع افضل رواتب الناس اللي موجودين الموظفين ادفعوا لهم نفس الرواتب ونحن خلوا المستشفى يدفع كم كتبوا كذا هذا تنظيم داعش تحكي على تنظيم داعش تو دكتور تنظيم داعش نعم ايوه نعم تنظيم داعش فطبعا لما بعد يعني دخلنا كان نتذكر واحد تاني نصراتي ورمي وجاء كان لنا وقال لنا نحن بالنسبه للمستشفى ما لناش فيه اي علاقه الموظفين تبعوه وانتم ما اشتغلنا ولا لكن اذا كان في حاجه اشتراعي تخصوا بنا وهذا ما اشتري اي صراحه ما اش دخلوا فينا ولا اجينا كانوا يعالجوا في كانوا يعالجون جرحاهم عندكم؟ يعني نحن الحالات اللي اصابات كان تحتاج الى داخل المستشفى نحن ما كناش نقدروا يعني نحن ما لناش امن ولا كذا نقدر نمنعوا اي حد نحن مرضى الغراء كنا مجتمعين به سنين بس نفس السؤال هذا قال لي لا شايف ماسك البوابه انا اي انسان مريض ولو يهودي يجي للمستشفى يعالج جريح نحن حنعالجه ما عندناش سلطه ولا عندنا قوه يعني انه ممكن نمنع اي واحد ولا حنمنعه اصلا ولا في اصلا نحن في عملنا الانساني ممكن نمنع اي مريض انه يدخل المستشفى. طيب اليوم القوات المسلحة تصف المجموعة الموجودة داخل مدينة درنة بأنها مجموعة متطرفة بل وحتى إرهابية، فبالتالي ما الذي يضمن ألا يعني تصل هذه المواد والمسلزمات الطبية التي إن سمحت غرفة عمليات عمر المختار بإدخالها إلى درنة أن تأتي إلى حيث مقرات هذه المجموعات المسيطرة على المدينة وألا تستغلها لوحدها لا على المدينة بشكل عام مثلا؟ والله لا يا أستاذ نبيل ما أكيد لك في الأول أن المستشفى موجود في مدينة درنة وأنت عارف أن إذا كان إنسان يكتب في مدينة درنة يعيش في ولد ومفتوح 24 ساعة يعني فأنا يعني ما فيش حد مضطر أنه مفتوح يعني في وقت في 24 ساعة مفتوح داخل المستشفى فحتى شنو الاستفاده انه ممكن ياخذ مواد وياخذ اي شيء من المستشفى اللي يعالج به برا، يعني يحتاج الى طبيب ويحتاج الى عنايات ويحتاج يعني يبني مستشفى بس هو ياخذ الامداد من هنا. هذه حاجه، نقل الحاجه الثانيه احنا عندنا طريقه تصرف وطريقه دارينا وطريقه منظومه، طريقه تصرف بالعيش، حتى الاستهلاك الثاني اللي يطلع برا المستشفى كان يعني حاجات بسيطه، يعني ناس انت عارف في ناس كبار في العمر وفي ناس ما يبوش يدخلوا المستشفى وفي ناس يبيع حالات اللي هن التقرحات وهذه كلهم يحاولوا يغيرون في منازلهم وياخذوا منا في مستلزمات ويعجز انه يغيرنا في المنزل من غير ما يجوا كل يوم المستشفى بالصعوبه اللي موجوده الان، لكن ان نحن في مواد كميه ممكن سياره تطلع من المستشفى هذه مستحيل، لان عاده ديما اللي توفى بتعملوا فيه مباشره يعني ما يقدش مخزون لمده طويله يعني انت عارف المشكله. طيب لنختم بهذه المساله دكتور، ولا شك بأن مدينة درنة وأهل مدينة درنة يعانون، ولكن ثمة كثيرون دكتور منصور بن فايد يتاجرون بهذه المعاناة لأجل أغراضهم مصالحهم ومقاصدهم الخاصة، هناك من يستعمل هذا ورقة ضد الجيش يعني بما فيه وبما ليس فيه دكتور، يعني هناك صفحات هناك قنوات هناك سياسيون هناك حتى رجال دين يعني ليل نهار يتبكون على مدينة درنة فقط لأجل يعني معاداتهم للجيش ولقائد الجيش، وإلا لما تحدثوا عن هذه المعاناة بالأساس. هناك صفحات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي يعني تتحدث عن 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 الأزمة الطبية وتنشر صور أطفال وأزمة الأكسجين ويعني وهذه النغمة التي حتى وإن جزء منها صحيح بات أغلب الليبيين خارج مدينة درنة لا يصدقونها لأنها تأتي من منابع يعني مشكوك في أمرها. لو تحدثنا عن هذه المسألة عن ما تتابعونه أنتم المعنيون بهذا القطاع من داخل مدينة درنة، الصدى المعاناة هذه وكيف تتنقلها تلك الصفحات وتلك المواقع وتلك القنوات؟ طبعا يا استاذ نبيل احنا المشكله هذه ممكن حدثت حتى في بدايه الحصار، انت عارف في اول ثلاث ايام وتم المستشفى، انا بروحي تفاجات على الفيسبوك تم يحكوا عزت ان المستشفى في اكسجين في طفله ماتت في مش عارف ايش، نحن حكينا سابقا ان المستشفى في اي وقت كان جاهز انه ممكن حتى ولو انه طفل تم طفل المدينه او تم اي نكبه في المدينه ان 25% من مخزون الطوارئ موجود بالمستشفى. كذلك في كل شيء يعني في الاكسجين في النافذه في البنزين في كل شيء كنا مستعدين لاي حاجه.
لا نحن ما بدناش نرد عليهم، وحتى المداخلات ما بدناش مداخلات، لان جميع ما نتصل بها قلت لها نحن هناك صفحه رسميه بلغت بها حتى الصفحه الثانيه، ان هناك صفحه رسميه لمستشفى الوحده تكتب كل شيء، اي نقص اي حاجه كانت ممكن تصير في المستشفى. فنحن نقول يعني تلك المعلومات لم تكن صحيحه ابدا دكتور، يعني تلك المعلومات صور الاطفال الذين كانوا يضعونها في الصفحات وكانوا يقولون بان هناك نقص اكسجين الان. هي حتى طعن، نعم هي طعن حتى في الاداره، ومن تتكلم على شيء ممكن في خلال اسبوع تم قطع الطريق، تم موت الانسان وموت، نحن طعن حتى في العرض البالي موجودين في المستشفى. فانا بقول لك المعلومه ان نحن ما نقدرش نرد على الاخبار كلها، فكان حتى يكلمني بالتليفون كنت نقول له هناك صفحه رسميه خذ الاخبار من الصفحه الرسميه لمستشفى الوحده للعلاج التعيين، اكثر من كذا ما نزيدك اشترينا، مش ما نتدخلش في حاجه زي النهائي، هذه المشاعنات يصير بين افراد بين سياسات بين كتل الله اعلم، لكن نحن نحكي ونحكي الصدق وما نكتبوش الا على صفحتنا. وبالتالي هذا يجعلني أشكرك كثيرا دكتور منصور أنك قبلت أن تكون معنا في برنامج أكثر على قناة ليبيا روحها الوطن، وأن تتحدث عن هذه الأزمة. إن كنت ترفض أن تخرج في أماكن أخرى للأسباب التي ذكرتها. بارك الله فيكم، ونشكرك طبعا على الاهتمام بنا خاصة بالدارنا والأسواق الصحة على مستوى ليبيا. أشكرك جزيلا دكتور منصور عبد النبي بن فايد مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التنظيمي. الشكر أيضا موصول لمعتز الطرابلسي مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة. بعد الفاصل في أكثر نعطي حق الرد، ضيف أتانا من السودان خصيصا ليرد على تصريحات سابقة لوزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل. موضوع شيق ومهم، وأيضا نحاول أن نعرج على ما استجد في ملف طلبة الإفاد في الخارج. كانت هناك بارقة أمل ولكن يبدو أنها خفتت سريعا بسبب إجراء من مصرف ليبيا المركزي. حقيقة هذا الموضوع وأكثر في أكثر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في أكثر. في حلقة سابقة تحدث المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عن مجموعة فساد مالي وإداري في ساحة إفادة الطلبة الليبيين الموجودة في دولة السودان. التصريحات كانت على الهواء خلال استضافتنا للدكتور عثمان عبد الجليل في برنامج أكثر قبل أيام، وقال في تلك التصريحات بأنه أوقف هذه التجاوزات فور اكتشافه لها وأوقف موظفي الملحقية المسؤولين عن هذا الفساد. الليلة في أكثر نعطي حق الرد للملحق الأكاديمي الموقوف حاليا من قبل الوزير. أتانا خصيصا من السودان الدكتور حميد الصغير. السيد الصغير كلم البرنامج وقال بأنه لديه ما يرد به على ما ذكره الوزير. قبل أن نعطي الفرصة لضيفنا في الاستوديو أذكركم أعزائي المشاهدين بتصريحات وزير التعليم عثمان عبد الجليل والتي كانت في إحدى حلقاتنا السابقة. مشيت غالي، يعني مشينا طبعا في الوفد الرئاسي مع السيد الرئيس في زيارة رسمية لجمهورية السودان، ولكن استغليت الوقت لمقابلة وزيرة التعليم العالي من أجل عقد بعض الاتفاقيات مع الجامعات السودانية، ونشوف الإمكانيات نتاعهم، ونشوف يعني كيف يمكن أن نطوره، لأن نعرف أن يعني فيه طلبة عدد لا بأس به من الطلبة الليبيين موجودين في السودان، معظمهم على حسابهم الخاص، ولكن فيه تقريبا 55 أو يعني 55 طالب يدرسون على حساب المجتمع، هم 67 لكن اللي يصرف عليهم 55. استغليت وجودي غادي واطلعت واجتمعت مع الطلبة ولقيت كوارث 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 بمعنى الكلمة، يعني أعمار رهيبة تشوفوها القرار، حتشوف اللي عمره 74 سنة 74 سنة يدرس و62 وال65 وال75 وال57 والكلمات هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأسوأ انهم ما يدرسوش، غير موجودين في الساحه. انا لقيت اربع انفار غادي بس، ولما شفت كل الملفات نتاعهم يجوا مره او مرتين في السنه غادي يقبضوا في الدولار لما يجي التحويل الربع ويروح. هادو انتهوا، درت قرار بايقافهم نهائيا على الدراسه، بايقافهم بايقاف منحتهم حتى مرتباتهم هنا داخل ليبيا إلى أن يسترجعوا المبالغ المالية اللي صرفت عليهم، وكل واحد كتبنا المبلغ المالي نتاعه اللي صرف عليه قداش. يعني بدون هذا، وأيضا إيقاف الملحق الثقافي
اللي هو المفروض من صلب عمله انه يبلغ الوزارة عن الاختراقات هذه. معقولة 55 منهم او هم 52 45 شخص يجوا مرة واحدة او مرتين في السنة؟ الدكتور حميد الصغير الملحق الأكاديمي الليبي في السودان الموقوف من قبل قرار وزير التعليم المفوض مؤخرا على خلفية هذا الموضوع على ما يبدو. معنا في الاستوديو دكتور حميد، أهلا بك في برنامج أكثر. أكثر الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله أتيتنا من السودان، من الواضح بأن لديك كلام كثير تريد أن تقوله. أكيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحيي متابعي هذه القناة ونحيي طلابنا في الداخل والخارج، ونشكرك على إتاحة هذه السانحة، ونقدم لك التهاني بالمولودة الثانية. الله يبارك فيك. حقيقة إن استمعت إلى هذه الكلمات من قبل، وهناك كثير من الكلام يرد. أولا خلينا نبدو في النقطة الأولى باش ننهو ما تاخذش جدل، ثم ندخل في النقطة الثانية. النقطة الأولى يقول سيادة الوزير أنه وجد كوارث في السودان، من ضمنهم أن الطالب عمره 74 سنة. هذا صحيح، ولكن هذه الكوارث هي في ملعب الوزارة. الوزارة أصدرت قرار للطالب، الطالب أعطوه تفويض مالي، أبرقه لنا، ما علي إلا أن أمكنه من الدراسة. اليوم هذا الوزير يبعث لي طالب عنده قرار إفاد، عنده تقرير، عنده تفويض مالي، نمكنه من الدراسة. لو كان عمره 100 طالما أنه لا زال يتنفس فنمكنه من الدراسة. فهذا الموضوع لا أعرف كيف أدخله سيادة الوزير أنه وجد كوارث في الساحة. هذا موجودين في كل الساحات. والخلفية متاع أنه أعطوه صلاحيات لوزير التعليم في القرار 156 لسنة 2012 في 17/4 أخذوا اختصاصات مجلس الوزراء وأسندوه للوزير التعليم. يعني تعطلت اللائحة 43 لسنة 2005 وعطوا صلاحيات أنه هو من حقه أن يصدر قرار الإفاد وقرار الضم. وترتب على هذا فعلا أن صدر القرار 803 لسنة 2013 من ضمن هذا الشخص اللي تكلم عليه السيد الدكتور، وفعلا في أعمار موجودة، وأنا شخصيا منتقد هذه، وحتى في احراج قدام الجامعات السودانيه وفي ساحات اخرى ان ناس بهذا العمر يتواجدوا للدراسات العليا، لكن هذا ليس لي به اي صله، انا ننفذ في قرارات الوزاره. فهذه النقطه بالكامل في ملعب الوزاره وليس عندي بها علاقه ولا يتمنى سياده الوزير، وهي كارثه حقيقيه لكنها صادره عن وزير تعليم. لكن ليس الدكتور لا 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 انا اتكلم، لا اتكلم عن اسمه، انا اتكلم عن صفات وزير سابق فعلا، مش هو. ولكن ايضا لو كان عندنا في هذه الاعمار او ما دونها في ساحات اخرى يعني. صدر بعدين لتصحيح هذا القرار، طبعا هو اعطوه الصلاحيه زي ما قلت لك، الوزير يضم يصدر قرار افاد ويصدر قرار ضم للطلبه. نتج عنا ايضا ضم الطلبه في القرار 655 لسنه 2012. استمرت هذه الصلاحيات إلى يناير 2016، استرجعت الأمور للائحة 43. طيب. الآن ليس من اختصاص الوزير أن يصدر قرار بالإفاد أو بالضم إلا عن طريق مجلس الوزراء. هذه النقطة الأولى منتهية وتكون واضح طيب. لكل الجمهور الليبي والطلبة. الأعمار أنتم لستم لكم دخل فيها نهائيا، لأن قرار الإفاد أصلا يستخرج من ليبيا بالضبط وليس من الملحقية. طيب هذه واضحة، لكن النقطة الثانية دكتور. لا يا حاضر، تندخل اللائحة نفسها 43 فعلا تقول اللي عنده الترشيح لجاز الدقيق اللي هي الماجستير يكون عمره 35 سنة، الدكتوراه 40 سنة. يحق للوزير التعليم في هذه الجزئيه فقط انه هو يعمل قرار استثناء باضافه 10%، يعني ال 40 يصبح 44 وال 35 زيدها 3.5 38.5. هذا باللائحه اي اعمار يعني اكبر من ذلك؟ لا مرفوضه. مرفوضه، لكن كوزير اعطوا صلاحيه بيعمل استثناء ما عندناش. لكن هذا اللي عمره 75 سنه واللي عندكم في السودان متى يدرس؟ هذا تسأل عليه وزارة التعليم. حقيقة هو مواليد 10/1/1943 صحيح، أنا منتقد هذا القرار، ولكن الرجل جاب لنا تفويض مالي 23 لسنة 2014، وعند القرار من الوزير اللي هو شرط لك ليه 803 ل 2013. أي وزير هذا الذي والله أنا لا أهتم بذكر الأسماء، لكن هو أعطيتك التاريخ متاعه. أنا ما كنتش هذا في تقريبا الدكتور محمد حسن ابو بكر يعني فيما اظن، ولكن سامحني ما ذكر اسمه، لكن هي صلاحيات لي ممكن يصفح. وهل يدرس فعلا هذا اللي عمره 75 سنه؟ يحضر للساحه وجاء والتحق بالدراسه، هو طبعا المفروض يبدو عليه 1/1/2015 وحضر، فتحنا له ملف في ال 25/1 بدا ياخذ في المنحه متاعه ويمشي ويرجع.
لكن زي ما قلت لك هذه النقطة ليس لنا بها علاقة، لنا ولا زملائي في الملحقيات الأخرى. وحتى عفوا زج بها الوزير ما نعرفش هل هو علي أساس انتقاد لي أنا ولا الوزراء. نعم. بالتالي ما رأيك في تصرف الوزير بإيقاف مباشرة ملف إفاد هذا الطالب الذي تجاوز عمره المعايير المعمول بها في الإفاد؟ شوف، هو ما وقفش هذا الطالب، هو وقف 47 طالب. طيب بس في هذه المسألة، في هذه المسألة يستحق يعمل قرار يوقف به القرار السابق، يعني ما يقدرش يوقف مباشرة، لا يلغي القرار 803 لسنة 2013. هل من حق الوزير هذا ومن رئيس مجلس الوزراء يراجع اللوائح اللي عنده؟ لا، أنا لا أسأل عن من له الحق أن بس، لكن هل تصرف الوزير حيال يعني هذا الموضوع تحديدا الطلبة اللي متجاوزت أعمارهم الأعمار الطبيعية في الإفاد بكثير، يعني هل اتخاذه موقف تجاه هذا الموضوع يعتبر خطوة صحيحة؟ كويس، يعتبر خطوة، ولكن ليس الملامح. زي ما قلت لك، أنا نبي ننفي أن عملية أن هي كارثة في الساحة السودانية والساحة القرى، لكن هي وجود، أنا قلت لك شخصيا ننتقد هذا، يعني فعلا حتى في إحراج عمل الجامعة السودانية، وهي حالات محدودة رأي عليه حال، مش بالتضخيم الإعلامي، ويجب أن نوضع لها حد سواء من الوزير أو من غيره. أكيد. طيب واضح، خاصة في القرارات اللاحقة أنه يجب أن يوقف هذه الأشياء، أن اللائحة محدد أعمار معينة، زي ما قلت لك 35 ماجستير 40 دكتوراه عند الترشيح التقدم، بإضافة 10% بقرار استثنائي إضافة للموجود في اللائحة 43. طيب لكن الموضوع مش هذا، الموضوع السيد الوزير غايب عنه كثير من المعلومات، وأقحم نفسه في مواضيع واتهمنا وقلب الصورة الحقيقية الموجودة، وتكلم عن كوارث، و يعني والأسوأ من ذلك حسب ما ذكر، وأن لم نبلغه في الحقيقة. هو تحدث عن طلبة ليسوا موجودين أصلا في الساحة، بالضبط، يأتون فقط وقت استلام المخصصات ويغادرون. هذه معلومة تبرعوا بها بعض الناس للسيد الوزير، حتى الجوازات السفر اللي تكلم عنها في تلك اللحظة ما كانتش موجودة عنده، مش يقول حتى نحن راجعنا، وجوازات السفر نفسها عملية غير إيجابية، بمعنى عندك أنت حوالي 10,000 طالب، صح؟ الإحصائيات اللي يأخذوا في المنحة ما بين 8,000 إلى 9,000، بالـ400 اللي دايرين الإشكالية الآن. نحن نأخذ متوسط 10,000، 10,000 متوسط الأسرة الليبية في حسب الإحصائيات 6.6، نحن نقوله 6 فقط، 6 في 10,000 60,000 في 48 صفحة الجواز سفر، أتكلم عن حوالي 3 مليون مستند. هل فعلا تجند كل اللي في الوزارة؟ هل يستطيعوا تأكدوا من التأشيرات الخروج والدخول؟ أنا الجواز متاعي لما كنت طالع بندخل على بعضهم، والله نقعد بربع ساعة باش نطلع صفحة باش نستعجل في الخروج، لكن مش هذا الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي أن الطلبة مش متواجدين في الساحة، أتفق مع السيد الوزير في هذا الجانب. صحيح المعلومة، معلومة، ولكن مش بالشكل اللي ورد فيه. ما الصحيح؟ الصحيح تسني أنا كملحق، لماذا لم يوجد الطلبة على الساحة السودانية باستمرار؟ أنا عندي ما نقول لك، وهذا اللي خلاني نحضر هنا. اللائحة تقول علشان يتم الاستقرار في البلد لابد تكون المنحة موجودة، هذا أول شرط. الآن أنت تعرف أن 6 أشهر الطلبة بدون منحة، الأسبوع الجاي 11 مفروض نشتغلوا على الربع الرابع لسنة 2017. أنا قبل أن أتكلم ونتوسع في هذا الموضوع، أنا باعت رسائل في وضعية أسوأ من هذه الوضعية، مش طالب يقرأ ويجي ويمشي، طلبة مش موجودين على الساحة نهائي. منذ باشرت العمل متاعي قعدت الراجع، أول رسالة بعتها لإدارة البعثات الدراسية في 21/1 بخصوص طلبة غير موجودين على الساحة، مجونيش ولا فتحوا ملفاتهم وقاعدين في ليبيا وتنزل اسمهم في المنح، وهذه هي الكارثة الحقيقية. بعت رسالة أخرى، الحاقن إلى كتابنا رقم كذا في 21/1/2014 بخصوص فلان الذي أشرنا إليه أن المعني كذا كذا تم ضمه بالقرار كذا، لقد ورد اسمه في التفويض المالي من المدة 1/1/2014 إلى 30/6، يعني الربع الأول والثاني من 2014، ورد له بالكامل 2013 اللي قبلنا وما يحقلاش فيها طبعا. طيب علما بأنه لم طيب نحن لا عفوا عليه، نود منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة ليوقف الصرف عليه. صح الوزير مش حاضر، لكن نتعامل مع مؤسسات دولة. يا 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 الجهة اللي نتبعها هي إدارة البعثات، عندي طالب أو طلاب، حنوريك كل هذه مجموعة بخصوص طلاب غير موجودين في الساحة. يعني الساحة السودانية يعني ما يعني موجود فيها أن الطلبة يأخذوا في المنح ولا لا 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 عفوا يعني لا 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 معتاد الأمر حتى لا 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 عفوا يا أستاذ نبيل،
ترد الاسماء بتاعهم مش موجودين لكن ما ياخذوش في المنح. الخطا وين؟ انك انت تبعت في منحه لطالب وانا انبهك واقول لك الطالب هذا غير موجود في الساحه وما فتحت الملف، اوقف ورود اسمه في الارباع، ما يتمش الايقاف بتاعه. عندي طالب ممكن يزال لربعين ويكمل المده القانونيه، لكن هو ما اخذوش فلوس لان اصلا ما فتحتلاش ملف. لكن الخطا ان اسمه يجي، شنو السبب وراء ذلك ما نعرفش. نعطيك وهي مرفقه بالتفويضات يعني متاح. باهي انا لما جيت واشتغلت السيد الوزير اللي يقول ما بلغونا في يوم 27/2/2014 عملت رساله للمراقب المالي بالسفاره غير اللي قبل هذا، قلت له نود منكم ايقاف صرف المنحه للطلب الاتيه اسمائهم لعدم وجود ملفات لهم، هذولا ثلاث طلاب، ايضا الطلبه الاتي اسمائهم بسبب عدم وجود تقارير اكاديميه حديثه ونقص في المستندات المطلوبه في ملفاتهم، هذا من قبل هنا باهي. هذول عددهم 8 طلاب، 8 و3 11 طالب. ايقاف صرف المنحه لكل من فلان وفلان بسبب حصولهم على الشهادات. كويس 13 طالب. طبعا انا اجتهاد مني ومحاوله معالجه الموضوع قبل لا نبعث اسمائهم للوزاره او لاداره البعثات، لان لو وقفوا لهم المنح حتكون اشكاليه كيف تسترجعها من جديد، وتعرف الروتين عند الاداره. ايش قلت لهم؟ علما بان هذه الاجراءات مؤقته الى حين حضورهم واستيفاء المطلوب منهم. عندها يتم ابلاغهم بكل حال للافراج عنها، يعني انا مبلغك يا سيد المراقب المالي نقول لك هذه حاله وقفها استمر او افرج عنها. طبعا عمليه الايقاف النهائي حيكون عن طريق الاداره الان نوفي له كذا. طيب. لكن حتى لا نضع الطلبه في مشاكل ونبعث اسماء قبل ان تبين، وهذا اللي مطلوب من السيد الوزير تبين، وانا جاي جديد قاعد اتراجع في الملفات. ومنح المذكور ويتم هذا الايقاف اعتبارا من 1/1/2014 وصول اخر تفويض مالي. بالفعل لما رجعناهم في اللي افرجنا عنهم هذا طالب او اثنين لقيناهم ما عندهمش الحق، بعثت فيهم رساله لاداره البعثات اوقفوا الصرف. طيب. على هؤلاء الطلبه لان قانونا لا يحق لهم. طيب. الصرف. ان كان الوضع هكذا قبل ما ان تاتي لهذا المنصب دكتور، هل نفهم من بعد ان المشكله تفاقمت اكثر؟ بمعنى ان كان هناك مخصصات ماليه ترسل لطلبه لم ياتوا ولم تفتح لهم ملفات اصلا في الساحه السودانيه. صحيح. معناها المشكله بعد ذلك تفاقمت لان اصبح هناك طلبه فقط يستلم المخصصات ويغادروا. لا يعني لا عفوا عفوا لا 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 في فرق. لا انا اقول لك الحقيقه هذه المساله كيف حصلت؟ كيف حصلت نقول لك؟ تو اللي ياخذوا في يجوا ياخذوا هذول موضوع اخر، هذول عندهم قرارات فاتحين ملفات مستمرين في الدراسه بتاعهم، عدم تواجدهم بشكل مستمر حنتكلم عنه. احكي لنا يعني عليها المساله هذه. لا خليني نكمل لك، انا مازال ما كملت لك الكوارث اللي تحصل من الوزاره ان مستمرين. بعثت رساله اخرى يوم 7/5/2015 نعلمكم بان الطلب الاتي اسمهم بصرف النظر وردت اسمائهم في التفويض المالي الربع الثاني لسنه 2015 وهم لم يقوموا بفتح ملفات دراسيه لدينا ومباشره دراستهم. عليه نطلب من حضرتكم توقيف هذا الاجراء، يعني تكتروا لي تحولوا لي في فلوس طلبه مش موجودين ما حضروش اصلا وبالتالي وقفوهم، ليش يستمر هذا؟ ومكرر في اكثر من رساله. هذا اللي سيد الوزير يركز عليه، على اي اساس؟ اللي طالب موجود حنحكي لك عليه ونقول لك التفاصيل بكل صراحه ودقه، ويا ريت الوزير سالني قبل يتخذ هذا الاجراء باش وضحت. طيب هل عرفتم انتم السبب؟ يعني ان كانت هناك مخصصات ماليه ترسل باسم هؤلاء الطلبه ولم ياتوا ولم يفتحوا ملفات ولم ياخذوا الدراسه، طيب لم يستلموا هذه المخصصات رغم وجودها، هل سالتم عن السبب؟ اين هم؟ لماذا لم ياتوا؟ لماذا لا يباشروا؟ انا ايه طبعا ايه نبعت لهم قلت لهم هذا مش موجودين عندي في الساحه. طبعا ما بنتبعهم في ليبيا وين موجودين، هؤلاء الطلبه غير موجودين، واستمر التكرار وتتكرر مراسلتنا لاداره البعثات ولكن ما حصل. تصور لحد الان في الربع الاول والثاني 2017 وارد اسمهم، انا كل ما يجيني ربع نشوف من الطلب الموجودين على الساحه جيب لي تقرير اكاديمي. لحد الان موجوده بعض الاسماء مش كل الاسماء. ليش نعمل؟ نعمل في ثلاث امور. طالب موجود ياخذ منحه وفق الاجراءات القانونيه السليمه. طالب لم يكن موجود عندي نهائي. نكتب فيه نبلغ. طالب موجود يقرا في الساحه ويسقط الاسم بتاعه، وحنوريك رسائل طالب وطلبه يقروا ما يرسلوهم في المنح، وطلبه غير متواجدين يرسلوهم في المنح. وهذه اشكاليه حقيقه، هذه من ضمن الاسباب اللي تخلي الطالب مش متواجد بشكل مستمر. ولو تبيني نوفيك ببعض المراسلات عنه حنوفيك انا في المنتخب. لكن قبل وصول هذا بعثنا رسالة يوم 3/4/2016 للسيد مدير إدارة الملحقيات الثقافية وصورة منها لإدارة البعثات الدراسية، تكلمنا عن الإشكاليات الموجودة عندنا في الملحقية. من ضمن هذه الأشياء أول هذه الصعوبات المشاكل اللي أوردناها، أنا أتكلم عن الجزئية الأولى الأساسية في هذا الموضوع.
عدم وصول المنح في وقتها المناسب، مما يترتب عليه إشكاليات تواجد الطلبة بالساحة والمعاناة النفسية والمادية التي يتعرضون لها بسبب ذلك، وهذا يؤثر على سير دراستهم بشكل مباشر. يعني أنا نقول لهم من فضلكم أبعثوا لنا المنح علشان الطلبة يكونوا متواجدين في الساحة. يعني هذه رسالة إيجابية، أن تواجد الطالب يتطلب ماذا؟ يتطلب وجود منحة دراسية ثابتة ومستمرة، مش العكس نقول له والله هذا مش موجود امشوا وروحوا به. لا، نحن عندنا 50 طالب، طالب ليبيين، عارف وضع البلاد، عارف الساحة السودانية في مشاكل. كل طالب نعالجه له في قضيته بمشكلة، المشكلة اللي عنده بشكل يجعل الطالب يستمر في الدراسة. تصور أن بعض الطلبة نتصل بهم بالهاتف ويسمعوا فيه الآن، وممكن يعملوا حتى مداخلات للوقت يسمع. يا أخواننا تعالوا الله يبارك فيكم، وطولت المدة. في اللي قال لي والله يا دكتور ما عندي باش يجي ولا نخلي فلوس لأسرتي. أنا ما نقدرش نصرف في السودان أسرتي في ليبيا، على الأقل أنا عندي بيت نسكن فيه بدون ما ندفع إيجار. إيش الحل اللي توقع؟ إيش عملت؟ أنا نبعت لهم من جيبي فلوس باش يشري تذكرة ويخلي بعض المال للأسرة متاعه، ولما يجي طبعا أنا مش عاطيهم كسلفة، حل لهذه المعضلة. لما يجي يكمل إجراءاته يجيب تقرير أكاديمي حديث جديد أنه مستمر الدراسة، ياخذ ويرجع لي القيمه. في طلب نعالجه فيها باشياء اخرى. طبعا احنا دخلنا في الموضوع الثاني اللي هو لا الوزير. لا دكتور، يعني 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 كان هناك فعلا مشاكل حقيقيه في ملف طلبه الافاد في السودان، يعني قبل قدومك وقبل هذه المخاطبات. نعم قدومي باش نكونوا صريحين. طيب اين كانت الملحقيه قبل قدومك انت؟ لماذا لم تنظم هذا العمل؟ هذا يشي بان فعلا الملحقيه يشوبها فساد اداري ومالي، ولا تعمل بجديه ولا تكترث حتى للموضوع. لا عفوا، يعني بين ظفرين الفساد لا حتى من قبل وجودي انا. الاشكاليات مستمر، مش مصدرها نحن باش ما نظلمش حد. الفساد المالي عفوا هذا للي قبلي، ولنا عندنا توقيع عمليه نصرف فيها، هذه تبعد هذه الشبهه اصلا. لا انا اتحدث عن متابعه، هناك طلبه مش موجودين. إيه؟ لماذا لم تتابع الملحقيه هذا الموضوع من البدايه؟ انا تابعته وما بفوش في الموضوع. خلينا من 2014 لين عندي مراسلات الى 9/8/2017 لين نزل، يعني خلاص قلت ما عادش بنرسل في الطلبه. يعني لما نرسل لك 6 رسائل في طالب واحد في 6 ارباع مازال مستمر، يعني ايش اصبح حتى ما فيش قيمه المراسلات. موجودة هاي الوثائق، وياريت السيد الوزير طلب منا وسألنا في هذه الأشياء. يا سيد نبيل، الموضوع في خلل معين، أنا لا أتحمل مش هروب، لكن أنا دوري نعمل مراسلات رسمية، نبلغ الجهات اللي نتبعها مباشرة، وما نبلغش الوزير. أنا نبلغ إدارة البعثات مباشرة، إدارة البعثات تعالج هذه القضايا مع سيادة الوزير. الآن قعدنا نتعامل مع الملحقيات، الآن نرسل لمدير إدارة الملحقيات إذا كان في أي إشكالية. طبعا حتى الرجل هذا جديد برضه، ولكن بدينا في عملية التواصل، لكن المواضيع القديمة إلى حد الآن لم يتم لها أي حل. والطلبة في هذا القرار وقع عليهم ظلم نفسي غير عادي، وكانوا في عشية عيد الأضحى. يا ريت تأجل القرار حتى 5 أيام وتمتعوا بعطلة العيد، يعني ما كانش يستاهلوا هالطلبة يعيدوا متضايقين هم وأسرهم. السبب الآخر في هذا القرار اللي كان مشين أنه هو عرض في وسائل الإعلام وعلى الفيسبوك. للعلم إلى هذه اللحظة لم يصلني هذا القرار، و47 نعامل فيهم طلبة موجودين على الساحة السودانية وندافع عن حقوقهم ونعطي فيهم مراسلات إلى حد الآن، والطالب اللي ياخذ إجازة لما يجيب المتطلبات للإجازة من جامعته وكليته ياخذ ورقة الإجابة. نحن اللي همنا بناء الإنسان، نحن مش يجي الطالب اكتب القرار بعدين ايش الحل. كتبت القرار، الطلبة الان تقول لي جيب لي 120,000، اتصلوا بي بعض الطلبة قالوا هذا بروح عرضني للخطر. تعرف الان في ليبيا لما يعرفوا عندك فلوس حيخطفوا ولدك والله يعملوا له. هذه اشكالية. 120,000 لو افترضنا جدلا ان هال 120,000 هي بقرار صادر وفيها محاكم وقروها والطالب يرجح، انت وقفت عن العمل في الداخل، وقفت عن المنحة، منين بيجيب لك 120,000؟ لكن لماذا لماذا بعدين هذه اجراءات. لكن دكتور يعني ان كانت يعني ان كان واجهتهم مشاكل ولكن في النهايه كانت ترسل لهم مخصصات، لماذا كانوا ياتوا يستلموها ويغادروا؟ لماذا لم يدرسوا؟ يعني هناك طلبه في ساحات اخرى يتمنوا ان ياتيهم مخصص، لانهم هم موجودين ولم يغادروا ولم يبرحوا اماكنهم وجامعاتهم رغم عدم دفع اي مخصصات لهم، وانتم اللي في السودان يستلموا ويغادروا، ايعقل هذا؟ لا يعقل. ولكن من قال هذه الحقيقة أكيدة؟ وهل على كل الطلبة؟ أنا نعطيك مثال آخر، ليس دفاع الطلبة لكن نقول
حقيقة أن الطالب علشان يبقى في الساحة عنده بعض الحقوق. أنا نتكلم عن قانون، أنا ممارس في القانون وطبق في القانون، حتى زملائي يا ريت قالوا الوزير هذا الكلام، يصفوا فيه بالروتينية وتطبيق القوانين وإلى آخره. طالما نطبق في القوانين في واجبات في حقوق، تأخذ حقوق تأخذ الواجبات. الآن أستاذ نبيل، أنت عندك عقد مع القناة، ما أوفتش بالحقوق متاعك حيكون في خلل في الواجبات، هذا منطق. يعني أنا ما طالبش طالب في الساحة السودانية لم نوفر له الحقوق متاعه باعتبار ممثل في وزارة. نعم. والوزارة هي أو غادر القناة وطالب بحقوقه من الخارج، يختلف الوضعية. الطالب ما يقدرش لأنه ملتزم وحيحاول بيكمل. ما هو غادر وطالب اللي في السودان غادر. عفوا، ما هو أنا نقول لك يغادر ويطالب، أنا المسؤول، أنا نطلب منهم، قلت لهم فضلكم أبعثوا المنح في مواعيد علشان الطالب يكونوا متواجدين. المنح مش موجودة، ما فيش طالب، هذه معلومة قالوا الوزير يجوا يوم الثلاثاء يمشي الطلبة متواجدين. أيضا في هذا القرار في إخطاء لطالب كملوا المدة الدراسية متاحهم واردة اسمهم. في خمس طلبة أنا أعطيهم إجازات واردة، في طالب جاي من ليبيا جايب تقرير طبي معاه موقع من وزارة الخارجية الليبية يوم 24/7 ودرت له ملاحظة جاب لي كتاب لطالب لا مانع من منح المذكور على إجازة مرضية لمدة شهر يوم 24/7. الوزير وصل اليوم 28، فرق 4 أيام ممكن حتى الطيارة محصل، والسيادة الوزير جاء في أيام العيد، يعني طالب خذ أسبوع 2-3، مش معقول يعني. نحن نحاول أن يكون معنا الوزير على فكرة حتى نستفاد المشاهدين. أنا يسعدني أنا من خلالك أنت نطلب مقابلة مغلق. الوزير علشان عندي كمية كبيرة من هاتفه مغلق، وبالتالي سوف أحاول أن أضطر أن تمثل الجانب الآخر وعاكسك قليلا. مفهوم يعني. هذا يعني من 55 أيعقل 4 طلاب فقط يأتوا يدرسوا ولا يأتوا يستلموا ويروحوا؟ شوف هذه بروحها معلومة والله مش دقيقة مش صحيحة. أنا ما كنتش، أنا لما السيادة الوزير جي بلغونا بيجي وفد يوم بداية شهر 8 برئاسة وكيل وزارة التعليم مع 6 أشخاص 7. السفارة بلغت الخارجية وأنا مشيت للتعليم، التقيت بالسيد مدير العلاقات الخارجية قلت له عندنا وفد ليبي حيحضر أنا مكون من 7 أشخاص. قال لي تفضل في أي لحظة. بعد فترة تفاجئنا بيجينا وفد ب4 أشخاص مع السيد الوزير وسببوا لنا إحراج في الخارجية السودانية وفي وزارة التعليم. نعم. هذا الوفد الرئاسي اللي برئاسة السيد السراج. بعدين قالوا تقلص الوفد إلى 2 مع السيد الوزير. مشيت قابلت وزيرة التعليم والسيد قبل نسافر للحج والسيد مدير إدارة العلاقات الخارجية. قال تفضلوا الليبيين يجوا يجلسوا معنا ويقولوا لنا كل المطالب بتاعهم واحنا مستعدين اللي في امكاننا حنوفروا لهم بمنح بمساعده الطلبه بتكوين علاقات تبادل زيارات يعني كل الاشياء الاكاديميه العلميه ونحن على استعداد وتفضلوا عندنا. طيب. فعلا تقلص الوفد من وزير من 4 أشخاص الى 2 مشان اعتذرنا، بلغت زميلي اللي مكلفه اعطيت ارقام الهاتف الجماعه وقلت له تواصل معه، وفعلا جاء الوزير اهتموا بزيارته اعطوها بعد كان استقبال جيد، استدعوا له كل مدراء الجامعات وجلس معهم زي ما تم. طيب. ولكن حصل زار الملحقيه سمع بعض الكلام بناء عليه يعقد في ساعات. هل كررت اكثر من مره سمع بعض الكلام؟ ايه. وقلت مره اخرى تبرع بعض الاشخاص، من مصر. هؤلاء الاشخاص يعني اللي اجتمع معهم داخل داخل السفارة طلبة موظفون حسب ما توارد ما كنتش موجود يعني الأغلبية من غير الطلبة يعني. مش هكون صريح معك هذا اللي سمعت، لكن هو نفسه جلس بعد الساعة 4 في السفارة وقال جيبوا لي الملفات في اجتمع مع أشخاص في الملحقية وأنتم غير موجودين وأخبروه بكل هذه المعلومات. أنا سألت على الموضوع كيف تم الموضوع، على أي أساس السيد الوزير أخذ وشار في القرار متاعه أنه هو وصلته تقارير، وحتى المصادر هذه التقارير قالوا نحن ما عملناش تقارير يسمع فيها الهواء يقدر يدافع عن نفسه، قالوا نحن عبارة قال شل موجود عطينا بما فيها الملحق اللي مكلفنا، قال عطيت ورقة فيها اسماء فقط ورقة بيضة مش موجهة الوزير، وإذا كان هذا يعتبر تقرير هذا اللي عملته. السيد المراقب المالي ما توصلتش معه الفترة الأخيرة، قال والله هنا قالوا لي شل اللي صرفته ما صرفته بس يعني، لكن ما كتبناش تقارير يعول عليها في إصدار قرار. ويسمعوا فينا الآن موجودين، وأنا مجرد ما رجعت وبشرت عدة العمل بتاعي طلبت من الشؤون الإدارية أعطوني هذه التقارير، قالوا ما عندناش تقارير، وين الرقم الإشاري متاعها؟ ما حصلش في وجود السيد الوزير، قالوا ما حصلش، ما عندناش على الأقل يعني في الشؤون الإدارية. السؤال يا أستاذ نبيل، عندي طلبة المنح متاعهم زي ما قلت لك اللي مش موجود تجيه واللي موجود ما تجيش. وهو نبين لك عندي 11 طالب لم ياخذوا التفويض
الثالث الربع الثالث والرابع في 2015. وصلنا تو بعد مراسلات وشد وصلنا الربع الثالث في 2015 في الشهر الماضي في شهر 8، يعني تصور طالب ما خداش 2015 ربعين في 2015، وايضا مجموعه ما خدوش متكرر ممكن بعض الاسماء منها في الربع الاول والثاني 2016. نعم. وزيد الان في 2017 ربع واحد، يعني ربع واحد بيعيش فيه طالب سنتين. انا ما نطلبش من الطالب، نشجع الطالب على وجوده ان يبقى في الساحه، ننصح فيه بذلك، ولكن لما يجي طالب يقول لي والله ما عندي نصرف على اولادي، الدوله بتاعنا مش مستقره، انا بنكون هنا واولادي هناك، نجيبهم هنا ما اقدرش نصرف عليها. في التزامات من الدوله الليبيه كوزاره لما توفت ان يوفروا له دراسة ولادة، يوفروا له العلاج، يوفروا له منحة مستقرة، يوفروا له تذاكر سفر، يوفروا له قيمة كتب. كل هذه الأشياء لم يتحصل الطالب منها على أي شيء، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وأمامكم أنتم والسيد الوزير داركت المداخلة من الربع الأول إلى حد الآن قاعدين بين السيد المصرف مدير المصرف المركزي والسيد الوزير. يعني معقولة الدولة بعظمتها كلها يشاهدوا في عندنا اكثر من 9000 طالب متغربين في الغربه وظروف البلاد ومش قادرين يبعثوا لهم، ونقول له ان يقعد في الساحه ما تروحش الى هذه المده؟ هذا في ظلم للطالب، لاني انا اللي خليت بالعقد اللي بيني وبين الطالب. وزي ما قال السيد الوزير، التفويض المالي عباره عن صك، لما يجي للساحه وما يلقاش هذا الصك ايش بيعمل؟ معناه انت اعطيه الصك على الاحمر من حقه حتى يقضيك. الناحيه الاخرى، في الفتره الاخيره طلبه منقولين من مناطق اخرى لعدم حصولهم على تأشيرة في الدول كندا، يعني لأسباب متعددة ما بين 15 إلى 20، يبعثوا لي الطالب عبارة عن عنده برقية نقل من الساحة الفلانية إلى الساحة السودانية دون أن يكون معاه رسوم دراسية. نعم. وهذه خلت تكون واضحة للجميع، الطالب عشان يحصل إقامة يا أستاذ نبيل لازم يكون دفع قسط للجامعة باش هي الضامن، وتعطيه رسالة الجوازات على ضوء هذه الرسالة ياخذ التأشيرة ياخذ الإقامة، هو ما دفعش الرسوم الطالب، وبالتالي ما عندهاش حق انه ياخذ اقامه في دوله السودان. ايش مصيره؟ يرجع لين يبعثوا له الرسوم الدراسيه. والرسوم الدراسيه كل المنقولين لم يحول لهم فلوس واحد. وكان في البدايه يحولون له 7500 مغطيه مشي الامور، قلصوها الى 4000 دولار طبعا. الفتره الاخيره ما فيش تحويل نهائي. فالطالب هنا هو الحلقه الاضعف وهو المظلوم يعني. نحن نشجعوه، ابقى قلت لك لين نقرضوا فيهم في فلوس يعني، باش ابقى واستمر. وهو قال الوضع في ليبيا ما شجعناش نبقى في ليبيا، مش مساله انه والله الطالب جاي ياخذ الدولارات ومش يبيع، وهذا حتى سمعه اساتذتنا وامام طلابهم وامام الراي العام مشوه في طلابنا، هذول طلاب علم طالعين في سبيل الله. بس حدوث ذلك؟ دكتور ما الذي يضمن فعلا حدوث ذلك؟ يعني هل يضمن الدكتور احمد الصغير كل طالب فعلا، يعني ان كان هناك طلبه للاسباب التي ذكرتها فعلا غادروا الساحه السودانيه، وحينما ياتوا ويستلموا مخصص مالي اتى باسمهم ويغادروا، ما يعني هذا ما يعني بانهم يصرفوا الاموال في 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 اوجه غير أو الاوجه التي اعطيت لها. بارك الله فيك، هذا السؤال وجيه. لما انا نوفر لكل الطالب مستحقاته، انا بعد اللي نتابع وما مش موجود في الساحه نكتب فيه في هذه الحالة، لأن أنا أعطيته كل الحقوق اللي يجب يتحصل عليها، بالتالي أنت مطالب أنك تستمر في الدراسة في حالات فقط أنك ترجع الوطن، عندك دراسة حقلية هذه موجودة يأخذ فيها الطالب الماجستير شهرين. لكن أنتم ماذا فعلتم في هذا؟ يعني نحن قد نتفهم موقفكم من أنه يغادر طلبة لعدم وجود مخصصات، في الأخير مش كيف يقدر يعيش في دولة مش دولة أو ما عندهش فلوس، لكن أن يأتي ويستلم مخصص ويغادر مرة أخرى، هذا كيف تعاملتم معه؟ ولا مش مزبوط هذا؟ يعني انا ما نبيش نصف هذا الكلام، مش مزبوط. الطلب يجوا يبقوا يجيبوا تقرير اكاديمي، وانا داير مراسلات لجامعات زي ما يقولوا في العسكريه امر مستديم، كل 6 شهور ناخذ منهم. الطالب يجي ما ياخذش المنحه نتاعه الا بوجود تقرير انه هو مستمر في الدراسه نتاعه. كويس، هذه ناحيه. الناحيه الاخرى ان الطلبه حتى الغياب بتاعهم لم يقول مرتين هو مكبل بقوانين اخرى من غيرنا نحن، علشان يعتمدوا له الشهاده بتاعه يقدر يباشر يعود للعمل بتاعه في الجامعه، لازم يبقى سنه ونص في دوله السودان، صح مش متصله ولكن على فترات، يجمعوا له يسووا الجواز بتاعه سكنر صوره ملونه يعطيها المركز الجوده يحسبوا له كل المده بتاعه، يعني هذا ضمنا انه هو لازم يبقاها الفتره هذه. الناحيه الاخرى ان الطالب اغلب دراساتهم الحقليه تجرى في ليبيا، وعنده حق شهرين ياخذهم متواصلات
طبعا لم يجيب رسالة من المشرف بتاعه عن طريق كلية الدراسات العليا، أنا نحصلها نكتب له. وحتى في هذه نحن منقصين في حق الطالب، لما تكون عندي دراسة حقلية يجب نصرف له تذكرة سفر، ولكن لا تصرف إلى حد الآن. أنا قرابة 4 سنوات لم تصرف لأي طالب، رغم أني نعمل فيها في مراسلات. أيضا الطالب حصلت، هذا آخر طالب كان معي أمس متواجد واسمه ورد في القرار، وهو كان موجود في ساحة السودان لما الوزير كان موجود وما كانش عنده علم، مش 4 اللي حضروا، كان أكثر من هذا العدد. وفعلا هي أيام عيد، خلى بعض الطلبة يعودوا لأرض الوطن، وهذا أمر مفهوم يعني في كل الساحات. يعني طالب مشي 2 أسبوع 3 عيد ما أهله رجع، يعني مستمر في الدراسة متاعه وعلى التواصل مع الأستاذ متاعه، وهي كلها دراسات في أغلبها علوم إنسانية حتى تطبيقية، هذا بيتطلب وجوده في المعمل فبيكون موجود يعني. لكن يا أستاذ نبيل، نحن إشكاليتنا أن دائما نرى أي مسؤول، مع احترامنا لكل مسؤولين، أنه هو المسؤول عن الفساد رقم واحد، البقية كلهم يراهم غير ذلك، وهذا مش صحيح. أنا أمرين لا نقبلهما، أن يطعن في وطنيتي وفي مهنيتي، هذا لا أقبلهم. أنا ضد الفساد، إحنا مع القرارات المتشددة، ولكن هذه القرارات لابد أن يكون فيها تبين، فيها حقائق موجودة عندك تبني عليها هذا الأساس. إذا كان السيد الوزير لم يسألنا ولم يعرف ولا عنده اطلاع، أنا أجزم وحتى أسأل أقول أنتم مطلع على كل الرسالات المراسلات المحاولة المرسلة، أكيد ما عندهش اطلاع. دليل هو تكلم عن اللي متواجد، ما تكلمش عن الناس اللي في البعثات يبعثوا له في مرتبات هم غير موجودين، طبعا ما سلمناش لهم، موجودة هذا. الناحية الأخرى الطلبة ما عندهمش رسوم دراسية، الجامعة ما تعطيكش ضمان، يعني الجانب الآخر مش غير عملية واحدة أن يجي ويأخذ فلوس، ما عندهاش رسالة يختموا له في الجواز بتاع إقامة لأنه لم يسدد الرسوم. أنا عملت مراسلات لتسديد الرسوم، هذا التسديد في 3 جوانب: القيمة المطلوبة من الطالب مثل 15,000 دولار، القيمة المحولة 7,500، القيمة المتبقية 7,500، مفروض تحول. ايش اللي حصل؟ هذا من الفساد الاخر. وصلنا اخيرا، مراسلاتي موجوده ان بعتونا وبعتونا الى اخره، باهي. ايش اللي يحصل او اللي حصل؟ هي ربما ممكن نكون نستفيد منها نحن في تغطيه بعض الاشياء، ولكن هي خطا فني من 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 الـ من الـ من الـ من إدارة البعثات أو الوزارة. بعتوا كل القيمة للطالب، طالب مطلوب يخلص 15,000 دولار، بعتوا لنا 22,500 دولار، رغم أني أنا مطالب أنك حول لي 7,500 فقط، ما نعرفش على أي أساس. هذا مش مسؤول عن أنا، تم تحويله، وصلت، من بياخذ؟ ما نعرفش. العملية الأخرى الأساسية، ونحن نتكلم على القانون والتقصير والقاب ومتعمد، وما أعرفش كيف عرفوا أني متعمد. هذه اللائحة أمامي 43 اللي يشتغل بها الطالب. متى؟ وهذا طعن في القرار، الطلب الآن رافعين قضايا في 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 سيادة الوزير بحكم أن هذا القرار غير سليم ويخالف اللائحة 43 اللي تم منها اللي فات. خليك النجاة واسمعوا هذا الكلام الجانبي، نحن ناس مسؤولين نتحملوا مسؤوليتنا ونتكلموا بالقانون. اللائحة 43 سارية المفعول إلى الآن صادرة في 2005 تحدد حالات وقف صرف المكافأة، في حالات 6 حالات صح يوقف فيها. لو سمحت ممكن نستعرضها ونقول لك شنو يحصل بعدين، وين الخلل؟ نغوص في التفاصيل. لا لا بسيطة، هي محددة يعني. في كل الأحوال هذه من ضمنها أن غياب الطالب وخروجه من غير إذن. إيش اللي يحصل في نهاية الخمسة عفوا، وفي جميع الأحوال السابقة، هذه الحالات اللي طبق عليها نوقفوا عن الطالب الملحم تاعه. في جميع الأحوال السابقة لا تصرف للموفد مكافآته الشهرية عن الفترة التي أخل فيها بالتزاماته المقررة، ويعاد صرفه اعتبارا من تاريخ الذي يبدأ فيه بالتقيد بهذه الالتزامات. يعني أوجزت لنا، أنت طالب خذيت شهر إجازة، روحت ليبيا قعدت 4 أشهر، مش من حقي أنا إن نقول لك رجع فلوس واحد، لا، تخصم عليك هذه 3 شهور ما تأخذهاش واستمر في الدراسة متاعك، لكن الفترة اللي غبتها ما تأخذش فيها المنحة متاعك. هذا نص اللائحة. طيب. بمعنى آخر أن اللي جاي في قرار أنك كنت ترجع القيم وتوقف المنحة وتصرف، بعدين هو قال إيقاف منهاش البعثة، بين كيف بنرجع لك فلوس وبعدين انت بترجعها لي مره اخرى؟ اليوم انت موقف عن العمل بقرار من وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، تعليقك على هذا الموضوع؟ انا نمارس في عملي مباشره. ليش؟ لان هذا القرار صدر ولم يوصلني في الملحقيه، ولا وزي ما قلت لك في قبل قليل، حتى الطلبة اللي الآن موقفين نعمل فيهم الموجودين في الساحة لم يحول لي القرار، القرار ما ناخذهاش من الفيس
بالقانون الليبي مستندات غير قانونية غير شرعية. استدعائي أنا لم يوصل من خلالك أنت الآن وعلى الهواء مباشرة يا سيادة الوزير عن طريق الخارجية لأخي أطلبوا لي استدعاء وحق عماية وتحول القرار، ونطلب أيضاً العينات اللي عندي في كميات أكبر لأشياء أضخم لا يجوز كلها عبر وسائل الإعلام. لو سمحت لنا نقابلوك ونفهموك على الوضع اللي حاصل ومنين تجي الكوارث ومنين تجي الإشكاليات. ليس من الطلبة ليس من الملحق، تأتي من داخل ليبيا ونحن نحاول نصدها ونوقف ضدها وبالمراسلات يعني مش بالحكي. نعم. اللي تبي أي مجال على سبيل المثال التفاعل على النقاش الآن على صفحة القناة على الفيسبوك في أغلبه ضدك، يتفضلوا وضد ما فيش أي مشكلة بس من يعني هل اسمها حقيقية وموجودة أو غير. الحاجة الأخرى التأمين الطبي اللي مش موجود، آخر تأمين طبي وصلنا ومعليش أعرضها، أنا مستعد للرد، أنا ما عندي أي حاجة سرية، أنا واضح نمارس في الدور بتاعي من خلال القوانين، بس اللي يتكلم بكل صدق وباسم الحقيقي ويسأل يستفسر يقول نحن مقصرين ما في شيء مشكلة احنا نناقش ولا عندي ما أخفيه. أنا أصلا يعني التأمين الطبي هذا أحد المشاكل اللي تواجه فينا على الساحة، وخاصة السودان معروف أنه بلد من العالم الثالث إلى آخره ويحتاج إلى وجود علاج. آخر تأمين طبي وصلنا في 2009 قبل أن نجي بقيمة مالية ما تصدقهاش، مش حنقولها على الهواء، لعدد محدود. وفي 2009 لو قارناها بالأسعار بتاع اليوم توصل بملايين الدولارات، والطالب ممكن يستفيد منها وممكن ما يستفيدش، ولا لم نحصل على عقد موجود إلى آخره، مشاكل كثيرة. درت أنا مقترح ورديت للسفارة ومن باب الحرص على المال العام وفي نفس الوقت الطالب يستفيد يحصل علاج. قلنا عليه طبعا بعد مقدمة متاع المراسلات هذه اللي تعرف أنت، نود منكم اللي هو هذه الرسالة موجهة للسيد مدير إدارة البعثات الدراسية يوم 24/1/2017، لأن الطالب قعدوا نحن لازم نحصلوا علاج إلى آخره إلى ومن حقهم والقانون كافي لهم. نود منكم وضع آلية جديدة توفر العلاج للطلب المفيدين وأفراد أسرهم دون الدخول في برام عقد مع أحد الشركات التأمين. ليش؟ لأنه مكلف جدا ولا يستفاد منه بقدر المبلغ المدفوع. يعني أنا أقدم لك في أراء، حول لي في كل منحة 15,000 دولار. أنت اليوم لو بتعمل العقد والأخير أنا ما كنتش موجود مقدمين 3 عروض بمبالغ كبيرة، والطلبة ممكن اللي يصرفوا عليهم ما يمثلش 5%. يا أخي أنت في كل أعطينا مبلغ محدود، وطبعا باللائحة الطالب ما يسلملاش المبلغ، يجيب فواتير علاج يعني للضمان، مرات تعطيه احيانا ما يعالج يحط ياخذني يعني. لكن باللائحة تقول لي في كل الاحوال لا تسلم للطالب باليد، يجيب فواتير يعالج وربنا يشفي الجميع وياخذ هذا المقابل. الان الطلبه ليش ما عندهاش يجيب لي فاتوره؟ انا ما عندي شيء. نقول لهم في احسن الاحوال الفاتوره بتاعك نفق رساله ونحول اداره البعثات، لان ما عنديش بند نصرف عليه للتامين الطبي. انت في كل ربع حول 15,000 دولار، اولا وفرت مبلغ كبير، ألمنا خليت الطلبه يتواجدوا على الساحه، ووفرت لخزينة المجتمع مبالغ قد تكون بالملايين مقابل هذه الأشياء. وشوف في الساحات الأخرى قديش يدفعوا خاصة في الدول الأوروبية. زي ما حكيت لك عندي طلبة بالإسماء أحيانا يعني يصلح 11 طالب يبعثوا لهم في المنح متاح. نحن نتابع في طلابنا، نعمل في كل مراسلاتنا، ما عندناش أي كذا. إذا كان طبعا اللي يعمل لازم يخطأ، ما ننزهش نفسنا، ممكن في أخطاء العلم يعني وان حصلت ممكن بحسن نية أو عدم فهم، وفي كل الأحوال في النهاية نتحمل مسؤوليتها بكل وضوح. أستاذ نبيل، المحصلة النهائية لو تكلمنا وقلنا موجودة مشكلة، أول ما تبادر إلى الدهن هو كيف نعالج هذه المشكلة بأفكار جيدة بعقلية بالتشاور مع مراعاتنا في المصلحة العامة. المصلحة العامة أن الطالب هذه عقول بشرية محتاجتها من ليبيا، نحاول أن ندفعهم إلى الأمام حتى يتحصلوا على هذه الشهادات ويعودوا لأرض الوطن ويساهموا في بناء الوطن وينتشروا وضع بلادنا، معروف لكل ما هوش سري، وما نقدرش احنا أن 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 نستغنى عن أي فرد ممكن له القدرة على العطاء. فلا بد أن نحن ندرس الواقع متاعنا، ماذا يتطلب هذا الواقع من معالجات لكل الأوضاع السلبية الموجودة، وما هي الأفكار الناجعة اللي تودينا لحلول ولا نزيد من الوضع سوءا. أنا كرجل مسؤول وإلى آخره في وظيفة
صغيرة، ولكن هذا لا يعني أني أنا مسؤول أمام الله نحقق هذه الأشياء. نحن نعتبر نفسي رجل دولة نقوم بكل مهام على الوجه الأكبر، وهذا بشهادة الزملاء اللي موجودين والطلبة. السيد الوزير لم نلاقيه في حياتي أصلا، جاء يوم حصلت كل هالشيء. لابد أيضا نعايش معاناة الطلبة وحالتهم النفسية. الطلبة في وضع ما يسمحش بالدراسة بشكل طبيعي، معاناة في الخارج، معاناة في الداخل، أوضاع البلاد. في طالب يجيني يقول لي أنا باش نطلع من منطقة ما في المنطقة الغربية نجي لطرابلس لازم نمر على تونس باش يوصل طرابلس وياخذ الطيارة اللي تطلع مباشرة للخرطوم، لأن لو بيطلع من تونس حتكلف كثير. البوابات الموجودة، عملية الخطف هذه معروف. نحن هذه كلها نضحى في تصورنا، نحن بشر نعاني. أنا الهدف متاعي كيف هذا القوة البشرية اللي عندي تحصل على شهادة علمية وتعود إلى أرض الوطن تقرأ دون الإخلال الكبير باللائحة. وحتى باللائحة والتزامنا بالقوانين زي ما قلت لك في حقوق غير متوفرة للطالب. أنا من أجل هذه الحقوق والقوانين اللي تكلم السيد الوزير، هل تعرف التغاضي عن حقوق أخرى؟ لا لا لا، أنا بهذه الأسباب والفساد الموجود في السفارة ونعلنها رسميا ومعروفة للدولة الليبية ممكن لأول مرة على وسائل الإعلام، تم مش إيقافي، أعطاني شهادة الدفع الأخير في شهر 1/2015 ظلم وبهتانه، لأن في مواضيع أوقفت فيها صرف مالي ما في داعي لذكر الإسلام الاسماء. تدخل السيد وزير في حكومة المؤقت في 2015، نحن تبع الحكومة المؤقت، تدخل السيد وزير الخارجية وكيل وزارة الخارجية الدكتور فتحي المجبري كان هو وزير التعليم، وتدخل شخصيا وتدخل مدير الملحقيات، وهذا الناس اللي كانوا يدافعوا عنا. احنا الملحقين ما فيش حد يدافع عنا الا الله سبحانه وتعالى ونزاهتنا في الشغل. تدخل الدكتور ابراهيم فتح الله، تدخل رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب الدكتور سعد المرمي وبعض اعضاء اللجنه، وفعلا ردوا اعتباري واستمريت في العمل وتم شكري واستدعوا اللي قام بهذا العمل وحقوا معه في البيضه. نحن مش اول مره نتعرض لهذه الاشياء. هذا ليش؟ لان نمارس في القانون، وفي ناس ما لا يروق لها ممارس القانون، لان في شويه بتوقف انت وانا واقفين ضد هذه الاشياء وتحملنا مسؤوليه وتعرضنا. واخر شيء قبل في شهر 8 جاني طالب بمخالفة قانونية ونازل اسمه في الربع الأول والثاني والقرار متاعه منتهي من 2014 ولم يحضر للسودان إلا في شهر 8/2017. نعم. قلت له عفوا يا ابني ما يحق لكش. قال لي كيف ما يحق لي؟ وحاججني بمنطق، قال لي ديوان المحاسبة في الدولة الليبية، المالية في وزارة التعليم، وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، كلهم بعتوا ووافقوا وبعتوا اسمي توقف انت قدامي قدام مستقبلي. لغة فيها شيء من التهديد. قلت له يا صغير، هو في يكاد يكون في عمر ابنائي، قلت له يا ابني مش انا واقف ضدك، القوانين وين القوانين؟ قلت له تفضل، جبت له هذه لائحة القانون ايش يقول، واللائحة هذه اللي نعتمدوا فيها في ال 14/43/2005. نعم. إذا مر على القرار سنة يعتبر ملغي، الطالب ما التحقش خلال سنة يعتبر ملغي، أنت من 2014، صح جاء اسمك في المنح، وعلى فكرة راهو الطالب ما فرضلاش ما ينزلاش المنح لأن احنا نفتحوا له ملف ونبعثوا رسالة. الطالب المفروض يجي عنده تفويض مالي في شهرين يسموها علاوة استقرار باش يمشي بها أموره ويجر بعد احنا ما نبعثوا له المفروض تنتظم مع المنحة الدراسية وحسب التواجد نتاعه. في استاذ نبيل والله في مشاكل كثيره وفي امور نحن ما نبغوش نقولها على الهواء، يعني انت تجي في يوم واحد تتم تطعن يعني في شغلنا. انا استاذ عمري في الستين، مازال لي شهر في اخر عمري نكرم بهذا التكريم، ويا ريت على اساس صحيح لان انا كنت مقصر والله نستاهل، لكن انت ما تبينتش مني اصلا. انت تعال اسالني، قلت زي ما قلت لك في البدايه، انت اطرح سؤال واحد، لماذا لا يوجد الطلب على الساحه السودانيه باستمرار؟ خليك يجوا ياخذوا وتشويه للاساتذه، هذول الناس اساتذه وماسكين مناصب. انا عندي من ضمن الطلاب واحد كان ماسك اداره الملحقيات، في اللي كان ماسك كليه، في اللي رئيس قسم، ناس عندهم خبره وناس وطنيين ويشتغلوا وطالعين في سبيل الله، هذا حتى التعامل معهم والتفاني فيه نوع من الاجر. نوقف قدامهم في صد في ليله العيد، ليله العيد يا استاذ نبيل حتى المجرمين يعفوا عنهم ويخفوا عنهم. يعني الطلبه محبطين، ان يتصلوا بي وراه جزء من حضوري هنا ضاغطين، قالوا لازم تطلع تتكلم عنا. قلت لهم انا الدفاع مش دفاع عنكم، لكن عني انا، وانا نقول اللي عندكم في حق انتم تاخذوه، لكن عندكم واجبات
مقابلها حقوق. نعم. نحن ما قدرنا نوفر لكم. في الحقيقة إلى جانب هذه الجزئية كنا نأمل أن يكون فعلا معنا المفوض بوزارة التعليم وأن نتحدث عن بشكل عام ما حصل في دفع مخصصات للطلبة بشكل عام، سواء طلبة الإفاد أو طلبة الإفاد اللي بعد القرار 24، ولكن للأسف الشديد ما مش معنا حتى نعرفوا إن شن صار في إجراء الأخير. يعني كان في اجتماع موسع ما بين المجلس الرئاسي والوزارة المالية ووزارة التعليم وأيضا المحافظ المصرف، وقيل إن أوكي إن حيتم الإفراج عن المخصصات، ولكن للأسف عاد الموضوع إلى المربع الأول. كنا نأمل أن يكون معنا والله يا ريت، لكن للأسف ما مش موجودة معنا حتى نفهم الوضع ونحكوا على أكثر من موضوع. يعني بشكل عام دكتور، يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة، أعطيك كلمة أخيرة وقدر أنك أتيت من مكان بعيد، ولا أريد يعني لا أريد أن تنتهي الحلقة وما زال في جعبتك كلام. والله مازال كثير كثير، لكن على حال أنا زي ما قلت لك أشكرك على هذه السانحة. نحن يجب نشتغل كفريق نتعاون مع بعضنا. أنا بتطبيقي للقوانين وغير الآن موفر مبالغ مالية للخطاء اللي جينا من الدولة الليبية، لو يسمح لي بها السيد الوزير هنخلص كل طلابي الموجودين على الساحة إلى نهاية 2017، وأنا متحمل مسؤولية هذا الكلام، ونواجه في مشاكل من بعض الطلبة غير الملتزمين، يعني في حالتين وثلاثة ممكن وصلت حتى للقضاء وغيرها، لأن هم عندهم أشياء غير قانونية أسندوا من الداخل. فللأسف ما نعرفش ليش كم جمع من مبالغ مالية إزاء مخصصات كانت تدفع لطلبة مش موجودين، لا هم ولا ملفاتهم. انا نوقف، انا بالنسبه للوضع المالي زي ما قلت لك في 2015 لاني وقفت ضد هذا الشيء مسحوبه التوقيع متاعي رسمي ماليا. الامور الماليه ما نعرفش والله حسابات الطلبه، لكن نعرف ان في فلوس من خلال اللي انا موقفهم ان هناك مبالغ كبيره. ما نقدرش نقول لك حصلت على رقم حساب واحد في مبلغ كبير ضخم تقديريا. يعني كم استاذ نبيل نصر؟ يعني في حدود في حساب ممكن فيه اكثر من نصف مليون يورو في حساب واحد. طبعا عندنا حساب حسابات في القاهرة وحسابات في حساب الملحقية السودان، في حساب الملحقية للطلبة، ويريت يتابعوا لي هالموضوع ويتم التحقيق ويشوفوا الفلوس الطلبة اللي أنا أن نواجه في الطلبة ونصرف فيها أين يمشوا، لأن ما عنديش توقيع الحق، وهذا من الأشياء اللي سحبت مني كحق أصيل لي، لأني مع القانون مع وقف هذه الأشياء ما يتمش. في كل الأحوال نشكرك في ختام هذه الحلقة سيادة الوزير. نحن رجال دولة أيضا رغم المناصبنا البسيطة، نحن نشتغل من أجل أن كل ذي حق يأخذ حقه مقابل حقوق. هناك واجبات، نحن مع طلابنا نحرض فيهم نعالج في مشاكلهم زي ما قلت لك بطريقة أخرى، كل طالب نعالج له في طريقته. ساعدونا أنتم حولوا الرسوم الدراسية في وقتها، المنحة في وقتها تأخر شهر اثنين ما هيش مشكلة، لكن تتأخر لي عندي طلبة أكثر من سنة ما أخذوش، ثلاث أرباع أو ربعين نقول في السنة هذه. نعم. أرباع متخلفة، قلت لك ربع الثالث في 2015 وصلني في شهر 8 2017، الربع الرابع في 2015 لم يوصل بعد ل 11 طالب، معناه أنت الآن عند أكثر من سنة الطالب ما أخذهاش الفلوس. نحن في خدمة الدولة الليبية، نحن في خدمة طلابنا، نحن مع القوانين وتطبيقها، ولكن بعد البينة والتأكد من كل هذه الأمور. أنا من خلالك أنت الآن أطلب من السيد الوزير نقابله في مكتبه ونزوده بكل الحقائق وخلينا نعالجه مع بعض. أنا كنت نقول عن السيد الوزير أول ما حضر لزملائي أنه هو استطاع أن يحرك المياه الراكدة للفساد، وهذا وزير لو اشتغلنا معه حيكون طيب لينا، لكن حقيقة هذا المياه جرفتكم. المياه جرفتكم. لا 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 عفوا، جرفت الفاسدين ما تجرفناش نحن. نحن مش فاسدين عفوا، لا مش المياه، جرفتنا السرعة وعدم التبين، هذا اللي أجرفنا حقيقة. وأنا من خلالك ومن خلال هذا البرنامج على الهواء سيادة الوزير معالي الوزير مكانك محفوظ وقامتك محفوظة، ولكن تبين. طيب واضح الرسالة، وصلت الصورة. أشكرك جزيلا دكتور، وأنا أشكرك جدا، بارك الله فيك، فرصة الله طيبة. شكرا، نشوفك بخير. السلام عليكم. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباشرة من برنامج أكثر، تابعنا ما ذكره الدكتور حميد الصغير ملحق الأكاديمي الليبي بالسودان بين هلالين، الموقوف بقرار من وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، أخذ قدم بمخاطبات وبردود ورد على تصريحات سابقة للوزير اللي للأسف شديد لم نتمكن أن يكون معنا ضيفة في هذه الفقرة، ولكن بالتأكيد سوف تصلها الحلقة وسوف يتابعها ولو عن طريق موقع القناة على اليوتيوب. شكرا مشاهدينا على كرم المتابعة وفي أمان الله. شكرا دكتور.